بطلع لي شيء. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم عندنا حلقه عجيبه غريبه، انا والاستاذ محمد لاول مره بنجربها وان شاء الله تنجح، اللي هي مقهى لايف ومسابقات رمضانيه. راح نكون معكم، راح نستضيفكم جميعا. اللي بحب يدخل معنا على الاستوديو في لينك حطيناه تحت، ممكن تدخلوا عليه وتشوفوه. لحد هلا لسه ما في احد، بس خليني اعمل شير. تفضل استاذ محمد، بدك تحكي شيء؟ اهلا لسه وسهلا باصدقائنا واحبابنا واخواننا. يعني احنا في كل جمعه بنخصص هذا المقهى لراحه النفس وهدوء البال، وبنحاول انه نستفيد من هاي الاوقات مع بعضنا البعض في الاسترخاء، ونسمع لنا كلمة يعني تريح بالنا، نسمع لنا أغنية تهدينا، نسمع قصة تفرحنا، ونسمع نكتة تضحكنا. يعني هاي أوقات اعتبرناها أوقات خروج عن الضغط والأجواء الصعبة اللي إحنا ربما يكون عدد منا بعيشها. نحاول نساعده ونساعد بعض انه ما نكون في حالة ضغط او توتر. الايام الحالية ايام انا بعتبرها بما بقدر ما في عليها ملاحظات وفيها سلبيات، بنفس الوقت لا شك انه في لها ايجابيات. يعني احيانا كثير بتفكر في بعض الاشياء اللي حصلت معي انا شخصيا، وحصلت مع غيري من اللي بشوفهم حولي، وحصلت مع ناس شفتهم على الميديا بتكلموا ما كان ممكن أنها تحصل لهم لولا أنه أجبرنا على هذا الحجر اللي إحنا فيه. وربما يكون بعض الناس لما دخل رمضان، صحيح حرمنا من صلاة التراويح ومشتاقين لصلاة التراويح، مشتاقين لصلاة الجمعة، مشتاقين للمكس في المساجد بعض الوقت، نراجع في قلوبنا في بيت الله. الحرم بجوز اشتاق لأهله وأهله اشتاقوا له، لكن بنفس الوقت استطاع كثير من الناس أنه يختلوا بأنفسهم في بيوتهم مع أهاليهم. والحقيقة يعني كنت دائما أقول أنه لكل واحد، إذا أردت أنك تربي ابنك تربية جيدة على إيمانياتك اللي أنت بتحسها وبتحبها، فاجعل وقت إلك تصلي أنت وابنك في البيت، تقرأ معه القرآن، تذكره بالله، تناقش أنت وياه مسائل إلها علاقة بدينك مهما كان دينك. إذا أردت أنك تنقله لابنك لابد أنك أنت تنقله بنفسك، لابد أنك أنت تحدثه بهذه المشاعر، لابد أنك أنت يحس هذا الوجل والخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى على قسمات وجهك، يحس الحب والعاطفة تجاه الله سبحانه وتعالى وتجاه الخلق، يحسها معك وهو يجلس معك وحدك أنت وهو. يعني هذه المشاعر ربما استرجعناها في هذه الأوقات، استرجعناها بعد ما كانت غائبة كثيرا عنا، مع أنه كنا نقول سنفعل ونفعل ونفعل ونفعل، إلا أنه العمل كان يأخذنا والوقت كان يسرقنا وما كنا نفعل شيء. والآن جاء الأوان أنه نفعل ما كنا نريد أن نفعل، ولا شو رأيك يا دكتور؟ والله يعني شوف، الوقت الموجود هلأ وقت مناسب أنه الواحد يستفيد من وقته، يستفيد من وجوده مع العائلة، ما يضيع هذا الوقت هباء منثورة. يعني احنا كنا دائما نحكي يا ريت اليوم 26 ساعة ولا 28 ساعة مش 24 ساعة. الآن الوقت يعني في وقت، خاصة عند الناس اللي ما بيشتغلوا من البيت، يعني ممكن انه يستفيد من هذا الوقت بتنمية مهاراته. موضوع الحجر، يعني في فيديو نزل قبل فترة ليوتيوبر فلسطيني مشهور، بيعمل اسمه ياسين، اسمه هو، بيعمل برنامج اسمه ناس ديلي،
وانتشر هذا بين الناس، بيحكي انه اللي مفكر انه الحجر هذا راح ينتهي خلال يوم يومين طبعا مخطئ، لانه الحجر هذا معظم الناس بتتوقع انه ياخذ، مش الحجر بشكل عام، الموضوع هذا ياخذ له up to 2 years، يعني سنتين تقريبا. فالافضل الان نستفيد من وقتنا، نستفيد من مهاراتنا، نتعلم مهارات جديده، نتعلم دروس جديده. كثير شركات ومؤسسات يعني صارت تعطي الاونلاين كورسز فور فري، فممكن نستفيد من هذا الشيء. انا حابب اذكر انه اليوم عندنا مقهى لايف ومسابقات للجمهور، فاللي حابب يدخل معنا احنا، انا حطيت اللينك تبع الدخول يجرب حظه. اسئلتنا في سهله وفي صعبه، يعني مشكله حسب انت وحظك زي ما بيحكوا. الموقع اسمه streamyard.com/8y44kq، اذا حدا بده اياه انا ممكن اكتب له اياه بكل سهولة. أنا برضو حطيته في الكومنتس إذا حدا حابب يدخل عليه. كمان الستريم اللي بيحب يدخل ومش حابب يبين كصورة ويبين كصوت فقط بإمكانه يخبرنا، وبتم فقط الكلام معه كصوت من غير الصورة. كمان اللي بيحب يجاوب من خلال التعليقات. لكن المسابقة تبعنا إحنا حنشرح كمان شوي كيف آلية عمل المسابقة بعد ما نشوف العدد الأقل المسموح به من الجمهور أن يكون موجود. يا محمد علي، شو بتحب تدخل ولا لا؟ محمد علي وخولة، مجاهد تحب تدخل؟ أبعت لك اللينك يا مجاهد. المسابقة سهلة بسيطة، بس نعملها بطريقة فيس تو فيس، مش هننشرها للجمهور. يعني نشوف معلومات الناس، في أسئلة زي ما حكينا سهلة ممكن نفوز. شو خولة بتسأل شو المسابقة؟ شوفي خولة، المسابقة حيكون في أسئلة متنوعة جدا 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 من مختلف المجالات، التاريخي والجغرافي والعلم الرياضي والمعلومات العامة. وكمان إحنا حنعمل كالتالي، اللي بيطلع معنا أولا حنبدأ نسأله أسئلة لحد ما يخطئ في أي سؤال، بيخرج من السؤال وله مجال أنه يعود مرة ثانية إذا أجاب على سؤال الاشتراك. يعني لما بيطلع بيدخل واحد ثاني، لما بيدخل الشخص الثاني نبدأ إحنا نسأله، والجمهور ممكن بعد ما الشخص يغلب ما يعرف يجاوب نطلب من الجمهور الجواب. فإذا جاوب الجمهور أي واحد وأسرع واحد في الإجابة بيستطيع أنه يطلع معنا لايف وقابل للتكرار. يعني إذا واحد كان طالع معنا وخسر وإجي بعده شخص وخسر، وكان الشخص اللي كان طالع أولا هو الأسرع في الإجابة، بنطلعه مرة ثانية ما في مشكلة. فقابل للدوران، قابل للإعادة. المسابقة هتكون مع الجمهور، المسابقة ما حاولنا إن نجيب حدا يكون متسابق موجود هون، دخلنا في مغامرة إنه نشوف الجمهور كيف بيسابق. أما بتسأل بيطلع لايف معكم، اللايف بيطلع معنا لايف لكن له الخيار بده يطلع صوت أو يطلع صوت وصورة. بإمكانه يختار أي طريق هو بإمكانه يختاره. لكن المسابقة راح الشخص يطلع، نختار من الأشخاص يطلع ونسأله، وبعدين بيجاوب على الأسئلة، بيختار الرقم طبعاً، في أرقام للأسئلة، بيختار الرقم عشان هو وحظه، والسؤال بنسأله إياه بيجاوب عليه لحد ما يغلط. لما يغلط ويخطئ بالإجابة ويعجز بنطلع غيره وهكذا. يلا يا شباب مين حاب يطلع؟ مش صعب الأسئلة يلا أكيد في ناس قلبهم شجاعة الأسد. طيب أنا بهاي الفترة لقيت كم شغلة هيك حلوة عن الكورونا، حابب أعرض فيديو لواحد بحكي عن
حياته في الكورونا. خليكم بس، اوبا في حد دخل. خولة، خولة اخيرا. اهلا اهلا اهلا. شوفوا شوفوا، بقول لك المرأة العربية مش شجاعة. اي والله يا خولة انك شجاعة اول واحدة. لا بس خليني احكي لك شيء، معلش بعد ابو المؤاخذ، خليني احكي لك شيء جمال. ايوه خولة، خولة استثناء صراحة، مش بس على المرأة العربية، المرأة العربية والرجل العربي. يعني قبل كم يوم، قبل كم يوم كنا نفكر بالآيات. بدي أورجيكم شو اسمه أجواء رمضانية. أيوة أنا. طيب وينك أنت يا خولة هلا؟ أوه والله معزومة على فطور. أيوة ففي أجواء رمضانية حلوة. رائع عشان حلو. رائع بجنن والله. إشي حلو حلو حلو. شايفين؟ أوه 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 أوه. نورجيكم يعني تشاركونا أشياء حلوة لرمضان. يا عيني. الله. شيء رائع. رمضان كريم. هاي شغلة حلوة الواحد. خلص. صحة وعافية. كمان أجواء رمضان. صحة وعافية. صحة صحة. الله يعافيكم ما شاء الله. بدنا نغير نغير شويه احسن. شو رايك نحكي عن الهلال؟ ممكن انعشتينا. يلا كويس. شو رايك نسالك كم سؤال يا خوله؟ يلا اسال دكتور عادي. اول شيء كيف الصبايا عندك والشباب؟ ان شاء الله كلهم بخير. والله الحمد لله. الله يسلمك يا دكتور. خلاص اخ محمد كل سنه تسلمين. ممتاز، وانت بصحة والسلامة. احنا مبسوطين كتير انكم بصحة وخير. طيب شو بتحبي، تحب استاذ محمد تبدأ مع الدكتور استاذ خولة؟ انا اعطينا اختاري سؤال خولة، اختاري سؤال. اي رقم؟ هو ارقام. انا بتفاعل برقم من كم لكم الارقام معك؟ لل 52 لل 50 50 12 12. اوه سؤال لطيف. من هو شاعر النيلين؟ شاعر النيلين. شاعر النيلين اللي كتب قصيدة عن اللغة العربية. اللغة العربية أحمد شوقي. يا ويحكم تفنى وتفنى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي. أعطوني شو اسمه مساعدة صديق دكتور. طيب. دكتور محمد. طيب طيب في شاعر عراقي، في شاعر عراقي ألف قصيدة. أيوة. موطني شو اسمه؟ هذا الشعر انا ماليش بالشعر. مين ألف قصيدة موطني؟ انا بعرف. مين بعد تجيبون جوجل؟ طب مين ابو الانبياء؟ موطني ابو الانبياء. ابراهيم. ابراهيم اسمه الثاني. ابراهيم اسمه الثاني. ابراهيم اسمه الاول ايش؟ شاعر النيلين. إبراهيم. استنى شاعر إبراهيم معروف. إبراهيم الرصاف. لا الاسم الثاني إبراهيم. بدنا الاسم الأول. الجمهور إلى الآن توقع على نص الإجابة. 50 يلا شاعر النيلين يا جمهور. إبراهيم هو مصري يعني. يلا نساعدك. والله بعد الفطور لسه الدماغ مش شغال. طيب مين آخر الأنبياء؟ محمد إبراهيم. إبراهيم محمد. محمد. أيوة محمد. أيوة ربطي. محمد إبراهيم. طيب محمد حافظ إبراهيم. يس هاي حكولك يا اعتدال. محمد حافظ اسمه. بس يا محمد حافظ. محمد حافظ ابراهيم. طيب لشجاعتك لشجاعتك احنا حنعطيك اختيار لسؤال اخر. اختاري يا رب. شو يلا. يا ساتر فيش الجمهور بغششش. انا مش شايفه. انا معكم لانه على السكرين. الجمهور بيحاول يطلع هو.
كتبوا لك ما انا بشوفش لانه على هي محمد عيسى بكتب لك حافظ ابراهيم وأما حافظ ابراهيم لك حافظ ابراهيم طيب اسالك السؤال التالي اوكي بلا الشعر نبعد عن الشعر احكي لي متى كندا داي متى كندا داي متى حيفتحوا اونتاريو May 24 نجحت فزت ان شاء الله May 24 يكون افتتاح ويكون إعادة علينا ان شاء الله طب يعني هاي بدنا اشياء تعطي الناس لا لازم تختاري سؤال ثاني يعني ما اعطيناك ايش حق اختاري رقم اوكي اختاري رقم من 1 to 50 اختار عدد 12 1 to 50 واحد يا واحد سورتان في القرآن الكريم انتهت الأولى بكلمة وبدأت بها السورة الثانية شو اسمها استنى يا ربي هي كمان بسم الله تيجي في أي التوبة لا تنتهي السورة الأولى بكلمة وتبدأ السورة الثانية بنفس الكلمة ترى والله ما بعرف ما طلعتش على الأسئلة أنا طيب أحكي لك شو الكلمة وأنت عرفي شو السورة تتذكري واحد كان يضل يطلع يا عين عليك وربحت معنا 50 دينار استنى بنك المعلومات رافع شاهين كان شو وربحت الله يرحمه كانت المقولة الله يرحمه في كان مقولة دائما نحكيها رافع شاهين في مقولة عنه مشهورة كانت وهو كان يعرفها الناس كانوا يعملوا أفلام عليه فيها لا أنا تقلت لأنه بالفطور وتحليت بعد الفطور بدي أسألك سؤال أردني أنت بالأردن اسأل كم حبة قطايف بوكل الشعب الأردني على الفطور برمضان هلا unlimited غير محدود طيب احنا بنشكرك على حضورك معنا وان شاء الله رمضان مبارك على الجميع يا رب كثير. يلا سلام ديري بالك وسلم على الجماعه الله يسلمكم قبل ما تروحي تفضل بدي احكي لك انه التقرير اللي عملوه عنكم انت والاخت التونسيه في الفيديو طبعا انت كنت سبقتي وفي اللقاء معنا هنا وخبرتينا باللي بتعمل كان انجاز رائع بس تقرير كثير رائع والصراحه بتستاهلوا يعني اكثر من هيك تقدير تسلم هو اول ما حكينا عن الموضوع صراحه عنكم لما كان في الاستضافه فالحمد لله والمبادره هاي يعني شجعت كمان كثير من الجاليات يعني تعمل نفس المبادره الحمد لله انتم سباقين للخير الله يعطيكم الف عافيه الله يبارك الله في جهودكم وفعلا جهود جباره ان شاء الله وانتم ما شاء الله عنكم كمان يعني بعتا والسفراء تبعونا دائما الله يخليكم الله يخليك. يلا في امان الله اهلا مع السلامه السلام عليكم وعليكم السلام طيب طبعا بنرجع نذكر انه اللينك تبع الحلقه موجود محمد عيسى اعتدال اما اللي بحب يدخل اهلا وسهلا فيه محمد علي مجاهد اعتدال كانت محظوره هيني بتصل فيها وكان الفيسبوك غضبان عليها ايوه والمفروض انه الان زالوا عنها الحجر ويعني اعتدال فوق الحجر صار عندها حجر من الفيسبوك فاتوقع انه مناسب تطلع عشان تجرب انه زال عنها الحظر تماما ولا لا احنا بنستنى في الجميع اي واحد بحب
يكون معنا. أنا حرجع أحط اللينك تبع الاستوديو، هي موجود أمامكم على الشاشة. طبعا في عندنا اثنين أجابوا في إجابة صحيحة عن حافظ إبراهيم، وكان السباق في الإجابة كانت أما، فما بعرف أو لا، اعتدال صراحة، اعتدال اللي سبقت في الإجابة، اعتدال على التعليقات. فالآن يا اعتدال يا أما يا محمد عيسى، يلا ودوركم يا شباب، مين حاب يطلع؟ دوركم يا شباب. هاي الرابط مرة تانية حطينا لكم إياه، اللي بحب يدخل أهلا وسهلا فيكم. زاهي حبيبنا، زاهي أهلا وسهلا فيك. شد حيلك زاهي، كمان شوي عشان هنطلعك معنا على اللايف مسابقات. اعتدال طيب، يلا ادخل على الـ على الـ الرابط يا اعتدال، ادخل يا اعتدال. لا مش أنا بتقول. مش أنا. طيب أنا بدي أسمعكم هذا الشاب بيحكي عن الحظر المنزلي وكيف فترة الحظر هاي. طبعا خليني أشيل البانر عشان أشيل الكومنت بس عشان تشوفوه كامل. تعبت قوي في موضوع الكورونا ده والحظر اللي عاملينه علينا هنا. انا فعلا تعبت جامد. انا كنت حاطط لنفسي جدول ان انا اصحى الصبح اشتغل من 9 ل 5 وبعد كده اتغدى على 6 كده اخلص، بعدين بنظم كل يوم خناقه بقى مع مراتي من 6 كده ل 8 نقعد نتخانق، انا اللي بفتعلها. ليه؟ لان اليوم لازم يعدي، ما فيش حاجه تانية تتعمل. بختار اي مشكله اتخانق فيها معاه من 6 ل 8 وبعدين اقعد من 9 ل 8 ل 9 صالح، وبكل اسف على 9 مفيش حاجه تاني تتعمل بعد كده. وبعدين المواضيع كلها بتاعت الخناقات خلصت. انا اول امبارح اتخانقت معاه ان باب الثلاجه مفتوح، امبارح اتخانقت معاه انه مقفول، النهارده الصبح صحيت معاه بقول لها ليه في مخدتين على السرير؟ قالت لي عشان انا بنام على واحده وانت بتنام على الثانيه. انا حتى يعني قدرتي على النبر ما جابتش معايا. طب فعلا بنت معاها حق، ما هو فعلا في مخدتين، واحده ليا واحده ليا، انا هعمل ايه تاني؟ ما فيش حاجه حتى اقدر الفها هنا تساعدنا ان احنا حتى نخلق حتى خناقه. انا دلوقتي خلصت شغل واحنا بنشتغل هنا الجمعه، مش عارف فعلا اعمل ايه من دلوقتي. ما فيش حاجه فعلا اتخانق عليها معاها. انا تعبت. وبعد كده يا جماعه ما تقولوليش بقى تلفزيون وكلام من ده، انا نتفليكس خلصته يا جماعه. انا في افلام عربي اتفرجت عليها من الدبلجه انجليزي واقرا الترجمه تحت بالعربي، ان انا اصلا عارف الفيلم بيها بالكلام بالاوديو بالعربي. اليوم بقى طويل فشخ، اليوم بقى مستحيل. رجعوا لنا الشغل تاني اللي كنا كارهين نروح، رجعوا لنا. والله انا هروح من 9 ل 5 واحب على الشركه، هقعد هناك واشتغل كويكند، هقعد هناك بقيه الويكند. انا عيالي في الاول كنت عايز اعرفهم، بس انا كده خلاص عرفتهم كده زياده عن اللزوم، عرفتهم زياده عن اللزوم. انا بقى بعدين بقت العلاقه فيهم لدرجه ابتدوا يقولوا لي بقى على فكره انت عصبي وما كناش عارفين انك كده. لا انا كده اولاد الكلب. بعدوا عني بس ما فيش حته حتى اعرف ابعدهم عني فيها. احنا منعنا حتى ننزل الشارع حتى نفك عن نفسنا شويه. انا تعبان يا جماعه، انا تعبان. طبعا من فكاهة بسيطة هيك حابين نشارككم فيها، ويمكن فعلا في ناس كثير صاروا يشعروا بالملل. بدنا نشوف شو اعتدال بتحكي. نو انا بس العب الجائزة، بس ترد على السؤال في الجوائز، تسال على الجائزة قبل ما تسال على المسابقة. لك منسف صح المنزل، ببعث لك راس جميل. خولة تشجعت، احنا بنحترم تشجعها. دخله مخلص. البطل مخلص، يلا يا مخلص. طبعا احنا في هذه الحلقة برضو حابين نسمع اقتراحاتكم للحلقات القادمة. انا بذكركم انه غدا عندنا ثلاث حلقات، راح تكون حلقة الساعة 6 وحلقة الساعة 7:30 اللي هي الأذان، فقرة الأذان، وحلقة الساعة 10
حلقة الساعة 10 راح تكون عن المدارس بالتفصيل والهموم تبعت المراهقين. أعتقد أنها حلقة مهمة. غدا سنتكلم، أوكي ممتاز، غدا أوكي غدا سنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهي طريقة إخراج الزكاة والصدقات في رمضان وإحنا ما بنقدر نروح مكان. راح نستضيف أخ وصديق اسمه يزن، هو رئيس تنفيذي لإسلاميك ريليف كندا، راح يتكلم عن أعمالهم. فاللي حابب يسمع عن الأشياء اللي بيسووها إسلاميك ريليف ممكن يتواصل يحضر الحلقة الساعة 6 غدا. ممتاز. هلأ بس أثبت حكانا زاهي بقول لك صحن مفتول من عندي، شايف هي اعتدال، صحن منسف وصحن مفتول، يعني افطار ليومين، شو بدك احلى من هيك؟ اعتدال. المشاركه على الكومنت بتخليكي تطلعي على اللايف، المسابقه على اللايف، اذا فزتي في المسابقه على اللايف وقتها بنفكر شو بنعطيكي جائزه. مخلص، احنا جائزتنا انك تكون معنا يا مخلص. إذا أنت مالك حظ بالجواز أنت تكون معنا، إنا بكون حظ، تعطينا حظ حلو. بعدين مخلص أنت يعني ممكن تطلع من السؤال بطريقة كوميدية يعني. طيب تفضل. أنا كنت بدي يعني شوي نتوسع في موضوع الملاحظات تبعت الأصدقاء. امبارح كان في عنا مقابلة مع هموم الجالية العربية، كان معنا ثلاث شخصيات. الشخصيات اللي كانت موجودة معنا شخصيات مهمة جدا، سجلت تاريخ الوجود العربي، منهم من سجلوا في كتب ورصدوا وتابعوا ودونوا، ومنهم من عاشوا وبحلو ومروا وكان له تجارب كبيرة فيه. يعني حابين نشوف ايش ملاحظات الاصدقاء على اللقاء اللي صار امبارح. حاب اسمع ملاحظات الاصدقاء على الوقت اللي بنبث فيه. احنا عندنا الان وقتين، وقت الساعه 6 بنحكي عن البرامج المباشره، وقت الساعه 6 ووقت الساعه 10 ويتخللهم في النص اللي هو عند صلاه المغرب، وقت اذان المغرب مع قراءة القرآن. هذا الوقت أذان المغرب قراءة القرآن طبعا ما في عندنا مجال نغيره ونتحكم فيه، لكن اللي عندنا مجال نتحكم فيه ونغيره ونناقشه اللي هو وقت الساعة 6 ووقت الساعة 10. هل الوقت الوقتين مناسبين؟ هل في وقت منهم بتشوفوا أنه محتاج للنظر وتغيير؟ المواضيع اللي تكلمنا فيها، هل في مواضيع بتلاحظوا أنه محتاجين نسلط الضوء عليها أكثر؟ الناس المشاركين مثل ما حكينا، أذكركم إحنا كان في عنا الأمس هموم الجالية العربية في كندا، قبلها كان في عنا مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. فيعني هذه اللقاءات والحوارات اللي تمت، إيش وجهة نظركم في الوقت تبعها؟ إيش وجهة نظركم في المحاور تبعها، المواضيع؟ يعني من الجيد جدا إن نسمع منكم، حتى في الأخير إحنا بنقدم البرامج هذه للجميع، حتى الجميع يستفيد، وبهمنا إنه يكون المواضيع اللي بنطرحها مفيدة وفي إلها أهمية عند الناس اللي إحنا نستهدفهم. معنا اعتدال على التلفون. اهلا، اخيرا. كيفك؟ الو اعتدال، شكله مش بس فيسبوك حاقد عليكي، كمان روجرز اعتدال. ولا كودو سمعانا؟ ايه هلا سامع كويس، حطيت على السبيكر. كيفكم؟ اهلا العافية. الله يعافيكي. الصوت تمام؟ تمام. اعتدال، قبل الأسئلة أنا يعني صار بدي أتصل وأتواصل كملاحظات على مبارح. أنا شاطرة في إعطاء الملاحظات. تفضلي.
ما بعرف مش ثلاثة بحس انه كتير اوفر على التايم تبع البرنامج، بيكون في ثلاث ضيوف. اوكي. الفكرة ما بتكتمل، وبالذات بموضوع زي اللي كانوا يناقشون امبارح، المفروض انه كل ضيف يعطي حقه بمساحة كافية انه هو يعبر بصورة افضل. انا هذا لاحظته بالنسبة لامبارح. اذا اول 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 شغلة انه ثلاثة كتير صح؟ ايوه. اوكي. ثاني شيء ليكون من الثلاثة زي ما صار امبارح انه الصوت كان كثير ضعيف ومشوش جدا. نعم. لدرجة الواحد يعني بده يطلع من البرنامج عشان الصوت. في الحالة هذه المفروض في تصرف فوري انه خلص انت بتقطع الضيف لغاية ما يعمل العطل الفني اللي عنده، و يعني وخلص من اول ما سمعت الصوت المفروض انه ينشال برا الاطار تبع البرنامج، لانه كثير كان كثير سبب ضوضاء يعني للواحد وهو بيسمع. هذه نقطه ثانيه. نعم. النقطه الثالثه يعني بحس يعني الافكار مشتته، يعني ما فيش تركيز على فكره معينه. ليش؟ ميبي لانه ثلاثه، بس حتى لو كانوا اثنين لازم تكون الفكرة خاصة بالاثنين يعني ينحكى فيها. بحس انه في ضيف بيحكي، وطبعا هذه بترجع للي بيكون مسؤول على البرنامج، يعني هذا مش انتقاد لإلكم. لا تفضلي. ولكن هي عملية اسمها لم الموضوع، يعني انه الضيف بيشطح، يعني في احيانا بيكون السؤال انت سائل، طبعا اديت اللي عليك وسألت سؤال معين تتوقع الاجابة منهم، بلاقيه راح في مود تاني ديفرنت عن السؤال اللي انت حكيته. نعم. فهذه لاحظتها امبارح كانت موجودة يعني كذا مرة. شيء ملوش علاقة بالسؤال النهائي، يعني انت بتسأل، فانت يجب انك انت تنبه الضيف او ترجعه للسؤال اللي انت سألته. هذا ممتاز، فكرة ممتازة. إيه؟ يعني لازم نسوي زي قاسم، زي تبع الجزيرة، هذا قاسم ابراهيم اللي لا امبارح في رد ملوش دعوة بالموضوع خالص، يعني ما بعرفش، مش مركزة بشو بالضبط، بس ساعتها قلت شو علاقته هذا بالموضوع، يعني السؤال انت بتسأل شيء مختلف وهو بيجاوب شيء مختلف، فلتلاقيه شطح. بدك تلم الموضوع ترجعه انت، صح. دورك انت ترجعه للموضوع، فعشان ما يبقاش في تشتيت بالنسبة للي بيسمع البرنامج. اوكي. بتحضري انت؟ بتمنى اكون فدكم يعني في الموضوع. اكيد يعني. اكيد. بتحضري الساعة 6 ولا الساعة 10؟ لا انا 10. الستة ليش ما بتحضري؟ بتطبخي؟ ممكن بنشغل الواحد باشياء يعني مختلفه، بس هلا المرحله هذه بكل واحد خلص شرب القهوه وشرب الشاي وقاعد ريلاكس وبيسمع براحته، يعني بعتبر سهره. فتبع العشرة يعني تعتبري افضل؟ افضل. ايه. اوكي. طيب يعني اعتدال اقدر بالنسبه للي بتقول الستة. نعم. بده يكون قبل، يعني ممكن في مرحله أربعة كلش لسه الواحد بلش يعني يعمل. نعم. شيء ممكن يكون انسب قبل الستة. طيب. هيك ممتاز، يعطيك العافية. يعني استني، وين انت حتهربي؟ بشعر في تنوع، يعني كثير رائعة الفكرة ومتنوعة. احنا متنوعة اجتماعية بالنسبة للمطبخ، بالنسبة للمسابقة، بالنسبة للبرامج او المواضيع المختارة، برضو كثير حلوة. يعني لا نخفيك، احنا الان بدأنا بعمل سلسلة برامج، يعني زي مثلا المطبخ صار اسبوعي. نادية تألقت في الحلقة الاولى والحلقة الثانية، ولا ان شاء الله راح تتألق في الحلقات القادمة. ف موضوع عنا ريادة الاعمال راح يكون حلقات، عنا الكتاب راح يكون حلقات، يعني مش حلقة واحدة. حلو، كتير حلو. برضو انا حسيت انه ما اعطيته حقه للكوميونتي، يعني برنامج زي هيك ويجوا ثلاثه في وقت ضيق، هذا كتير بدايه يعني. لا هي بدايه يمكن نحكي. هو تفضل. هو حتصير سلسله. عندنا المستقبل السياسي، الوضع السياسي للجاليه العربيه، هذه واحده من الحلقات اتفقنا عليها، كمان حيشرفنا فيها
المهندس حسن غية، وحيكون في عنا معه إن شاء الله نحاول نستضيف معه إخوة آخرين من أصحاب الباع الطويل في العمل السياسي في الجالية العربية. حنتواصل مع الدكتور نور قادري من كاف ويشاركوا في الحلقة، وحيكون في عنا لقاءات متعددة على هموم الجالية العربية، سواء الهموم الاجتماعية جدا جدا. يعني أنا بحس إن لحالها كتير ناس مش مغطينها، يعني بالنسبة للكوميونيتي سواء ما يهمك اعتدال، ما يهمك من حيث ما يهمك من حيث تنوع المواضيع. احنا ان شاء الله هناك مواضيع، يعني حتى لما تحدثنا عن الاهل والابناء هي فعليا تحدثنا عنها في اطار هموم الجاليه، يعني حتحدثنا عنها في اطار هموم المجتمع العربي مع ما بين الاهل والابناء. لما تحدثنا عن الاسره الزوج والزوجه، وان شاء الله في استرسال كمان في المواضيع هاي، حنتحدث في هموم الجاليه العربي من هاي الناحيه. احنا فعليا الحديث في هموم الجالية العربية موزع، لكن بأنماط وعناوين مختلفة. بس في نقطة مهمة بالنسبة للكوميونيتي أنا بقصدها. فضل. في فرق، لأنه مش أنتوا أول برنامج أو أول ناس بيحاولوا أنهم يدخلوا لهموم الجاليات العربية بكندا. صحيح. ولكن التميز أنك أنت تدخل بجرأة وصراحة. يعني ممكن اي حد يمر مرور الكرام على هموم الجاليه، اتس اوكي بتحط عناوين رئيسيه وبتقول هموم الجاليه، ولكن بدك تحط رؤوس اقلام لهموم الجاليه، بدك تكون انت داخل زي ما بيقولوا الزواريق تبعت الجاليه، وتفهم شو هي النقاط اللي ممكن تناقشها بجراه. صحيح. اللي احنا محتاجين له. اما صحيح. المرور السريع بنسمعه كتير. احنا بدنا الاساسيات اللي هي فعلا اشياء حواريه، يعني سوري، يعني كتير بيكون في محاذير انك انت تمسك الموضوع، خايف زعل فلان وخايف زعل فلان، ما تخاف زعل حدا. المهم انك انت بتناقش رساله اعلاميه للهموم وتحط ايدك على الجرح. صحيح. يعني لا تخافي، بديش اطول، سوري. تفضلي تفضلي. ولكن انا اختلفت مع محمد قبل هيك، اختلفت معك ليش؟ لانه انا مثلا بحط بوست بقول لما قلت فرضا اين دور المساجد، مش معنى هيك اني انا ضد المساجد، بالعكس انا بدي المساجد تاخد دور الرياضي اللي هي المفروض تاخده في وسط المسلمين، عرفت كيف؟ نعم. لازم تناقش المشاكل هاي. ليش قلت هيك؟ لانه مش انا بس، كتير ناس اتضرروا وبناقشوا المسائل بحرية، مش المفروض يكون في محاذير لأي شيء، المفروض انك انت تناقش كل اشي وتناقشه بموضوعية وتحط الصح وتحط الغلط، هذا غلط يبقى احنا بدنا الصح. من هذا المنطلق انت فعلا بتفيد العالم بحيث انها تكون حرة بالتفكير، مش معنى اني انا بدي انتقد، بدي انا اكون ضد، او اني انا مش مسلمة. طيب. أنا 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 عشان عشان علشان اعتدال علشان الأصدقاء عمالهم بيستفسروا عن المسابقات وين راحت يعطيك العافية. لا وين، أنا بدي أحكي إنه اعتدال أثارت العديد من النقاط، وهي نقاط مهمة، وقبل هيك فعلا هي أثارت نقاط على مواضيع معينة، وإحنا عملنا لها برنامج خاص في هذه المواضيع بناء على النقاش اللي صار، زي موضوع المساجد ودور دور العبادة، ولذلك كان في عنا برنامج مهم وكان واضح وجريء، وسلطنا الضوء وأفدنا اللي يقدموا إنهم يبينوا للآخرين إيش بيقدموا فعليا. ونعود للمسابقات. أوكي. نعود للمسابقة. اختاري يا اعتدال، اختاري رقم من الأرقام. انتوا هلا بتدخلوني المسابقه؟ طبعا. يعني لا، صار لنا ساعه نازله فينا سلخ، وهسه بدنا نتركك. تفضلي. طيب، هاتي رقم. انا دائما الرقم يعني اللي هو الزوجي مش الفردي، رقم 6. اسمعي يا ستي، اتفضل. لماذا سميت بغداد بهذا الاسم؟ تفضلي.
لا هلا انا ماسك التليفون وما اقدرش ادور في جوجل. استنى بس عشان هيك هذا الهدف، لماذا سميت بغداد بهذا الاسم؟ يلا، في ناس بيقولوا انه الاسم فارسي وفي ناس بيقولوا الاسم تركي، فشو بتختاري انت؟ بغداد. نعم. الاتراك لهم تاريخ في بغداد؟ لا، بيقولوا انه الاسم اسم تركي، ماشي؟ كيف وصل لبغداد ما عندي فكرة، لكن في ناس بيقولوا انه الاسم اسم تركي، في ناس بيقولوا الاسم فارسي. والله دائما علاقة العراق ببني فارس، يبقى فارسي. طيب شو رأيك؟ ايش بقصد ايش المقصود من 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 اسم بغداد؟ والله حاليا هنبدأ نختار من الجمهور. انا ماكلي باميه. ف ده باميه. محمد عيسى وينك؟ ايش اسم بغداد؟ استنى بس اشوف النسب اللي عندي هون يا جماعه، حد يغش. يلا استعانه بصديق. يلا شو رايك؟ لا ايش صعب صعب السؤال. ما سمعت. طيب خلاص الأصدقاء الرفاهية بقولوا لك الرفاهية. لا، لكن يعني هارون الرشيد هو من بنى بغداد، وأخوال وأولاده هم الفرس البرامكة. محمد عيسى أحسنت. طيب احكولنا من ما معنى بغداد بالفارسية؟ مش في حد رفاهية. رفاهية البغددة، احنا عنا الفلسطينيين بنقول ام بغداد او مرفة. طيب مدينة القدس بايش بسموها؟ مدينة السلام، صح؟ السلام. ايه اوكي، بتعرف انه بغداد كانت تسمى مدينة السلام ايضا؟ دي توأم يعني؟ يعني كان يسميها الخلفاء العباسيين. زاهي جاوب بالجواب التركي. نعم، الأتراء اللي قالوا بأنه اسم بغداد تركي، قالوا أنه معناه بالتركية عطية الله. عطية الله. محمد عيسى جاوب الجواب الفارسي. بغداد يقول بغ يعني بستان، وداد في الفارسي صاحب البستان، يعني بغداد صاحبة البستان. أنا مع هذه الإجابة. إذن بغداد معناها صاحب البستان أو البستان. أنا ربحت معنا صحن بامية. لا ثاني. يومين على التوالي صعب. لأني مش مهيئة لاستقبال الأسئلة، فيعني واحد اختار، بس إذا الإجابة صحيحة كتير حلو. يا برضو محمد علي بقول لك باغ بالفارسي معناها بستان، وداد يعني عطية. عطية. عندي لوجيك أكثر. يا طاهر الله يعطيك العافية، هلا وسهلا فيك، وإحنا بنحبك في الله. صاحب البستان هاي خولة. صحن بقول لك طاهر معايطة، صحن بامية بكفي. خولة بتقول لك إذا بتنزل على تورنتو لك صحن منسف. يا سلام. لا هي ما بتأثر في كل الأحوال، يعني ما بتأثر خولة، بس أنا عندي طنجرة والله مليانة بامية. يا ستي لو إنك قريبة كان مرينا عليك أخذنا صحن. لا ما تضيعوا المسألة بصراحة يعني. طب جربي سؤال تاني. لا هات يلا. قلت لي هرتولي أسئلة ومداخلة وبالآخر صاحب بامية. طيب إن شاء الله حظاً أوفر. إن شاء الله الله يعطيك العافية. يسلم وديك يا اعتداد. سلام. طيب كل مدن الشرق الأوسط بقول لك مدن سلام، فنحن للسلام عنوان. والله إن شاء الله. أحسنت يا عمي. والله بنت كرم خولة بتقول لك صدر منصف.
طيب ندخل مين؟ زاهي. وين زاهي؟ زاهي بيقدر يدخل معنا. زاهي انت اول من جاوبت، الا اذا في حدا حابب يتصل او يدخل. بس زاهي له الاولويه. سلام، كيفك؟ شايف خولة ما شاء الله كنافة، بتقول لك ما شاء الله خولة ناس صح مفطرة، بس يعني شوي شوي عليهم صدر منسف وكنافة من بطرة، يعني too much. طيب ولا لا أما مش متشجعة؟ أما يلا تشوف أما هسه بتطلع على اللايف. الأخ بدر صاحب مطاعم بترا أحلى كنافة. منرحب بالأخ بدر وبمطاعم بترا، وإن شاء الله نتمنى لهم كل الخير. أنت أكلت في المطعم هذا أبو حميد؟ أنا زرت بدر والله، كان الوقت لسه، لكن زرته وشربنا سوا قهوة في المطعم، والمطعم فخم و والعمل فيه رائع، ويعني في أفكار حتى عند الشباب هناك أفكار رائعة. الآن حيعملوا جروسري وحيعملوا بشكل مميز. أنا شفت حتى التوسعة اللي عاملينها علشان يشتغلوا الجروسري تبعهم، وحتى في عندهم شيء يكون زي توزيع اللي بدناش نسميه الجملة، لكن شبه جملة. حيكون في عندهم شيء للبذور وللحبوب ولل... فيعني في أفكار متنوعة، متعددة عندهم. إن شاء الله ربنا يوفقهم. أنا بعرف أنه السوق كان صعب، وبعرف أنه الأفكار كان فيها تحديات كثير، وبعرف أنه كان عندهم أشياء يعني فعلا دخلوا فيها بتحديات، وكان في مبادئ رفضوا أنه يتنازلوا عنها. أنا هذا عرفته يعني عن قرب. فربنا يوفقهم ويعينهم، اختار لهم الأفضل دائما إن شاء الله. هو حتى كان عندهم مبادرة حلوة بفتح زي بازار أسبوعي، I think إنه يشجعوا السمول بيزنسز، لكن للأسف مع موضوع الكورونا ما تحققت. لكن إن شاء الله. ريم عماري نور البرنامج. مين ريم؟ مين ريم خولة؟ مين ريم؟ بسري. طبعا نشكر الأخت اعتدال لأنها تكلمت معنا بصراحة، وإحنا صراحة يا جماعة بنرجع بنحكيها، أنا والأستاذ محمد لما طلعنا بهذا البرنامج طلعنا لهدف واحد، وهو إنه نستطيع إنه نصل رسالة نظيفة ورسالة صريحة للجالية العربية في كندا، وإن شاء الله نقدر ننفتح على جاليات أخرى قريبا. لكن كان هذا الهدف من البرنامج. إحنا بنعرف إنه الأمور الجدية دائما بكون عليها إقبال أخف من الهشتك بشتك زي ما بنحكي. وإحنا كنا مصرين من البداية إنه ما نطلع، كان نقدر نطلع أغاني هشتك بشتك وبشتك فشتك، ويصير عندنا أعداد لكن الحمد لله كنا مصرين إنه نطلع في برامج هادفة، برامج قريبة للقلب، ممكن مضحكة شوية، يعني ما حدنا نحكي إنه بس بقالب جاد، لكن هدف، يوجد هناك هدف وهو أول شيء رضا الله سبحانه وتعالى، والهدف الثاني إنه نستطيع إنه نصل للجالية بقالب مناسب أو نفتح حبومهم، نقدر نتكلم معهم يسمعوا ويقول لك آه والله هذا حصل معي، أو والله هذه الطريقة أنا فعلا ممكن أستخدمها مع أولادي، أو هذا البزنس ممكن أنا أبدأه، أو والله هذه الحكاية للشخص الفلاني تمس القلب. يعني يعني في أشياء عم بنحاول إنه
نجد أشياء ممكن يستفيد منها. يعني إحنا زي ما حكى الأستاذ محمد جبنا لقاء بين قس وشيخ بطريقة نتكلم فيها كيف ممكن العبادة إنها تساعدنا في وقت الكورونا. دور النقاش كان رائع وجميل. جبنا برنامج ناس من مختصين في العقار، جبنا ناس مختصين في القانون يعني، وكان لهم طبعا جزيل الشكر لأنهم أعطونا وقتهم وجهدهم. لكن كل هاي الأمور يعني مهمة لأبناء الجالية. غدا سنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو إخراج الصدقات والزكاة. الناس الآن عم بتفكر وين تودي هاي الصدقات، صدقة الفطر، صدقات الزكاة. هموم الجالية، في كان عندنا حلقات كثيرة عن هموم الجالية، منها الحلقة امبارح موضوع الجالية، واللي قبلها العلاقات الصينية الأمريكية لأنها بتهم أكيد الاقتصاد تكلمنا أعتقد. تفضل سيد محمد. طيب أنا بس ألفت نظرك إنه أما عمالها بتحكي كيف بدي رد، كيف بدي لما دقيت علي رد. انت رنيت عليها ولا هي رنت ولا ايش؟ لا ما رن عندي حدث. طيب وضحي لنا اما اذا حابه تدخلي عن طريق التليفون او بدك تدخلي لايف باي طريقه حابه تدخلي خبرينا ووضحي لنا. انا بدي احكي بس الاعتدال، انه الاعتدال ما يهمك. البرامج اللي احنا بنحكي فيها أي فكرة وأي موضوع وأي سؤال، ما فيش عندنا أي restriction عليه، ما فيش عندنا أي حظر على أي سؤال، إلا إذا كان سؤال فيه اعتداء شخصي على إنسان. في الأخير الإنسان نرفض أن يكون فيه اعتداء على أي إنسان من خلالنا. لكن إحنا نطرح السؤال بكل جرأة، والحمد لله الضيوف عنا يجيبوا بما شاءوا، لكن في الأخير تظهر الحقائق أمام المستمع من خلال الإجابات. أحياناً يا جماعة أنا حاب أحكي شيء مهم. أول شيء محمد عيسى حبيبي الله يسعدك، أنا يعني هلا والله إنك طلعت حبيبنا. بدي أحكي بس يا جماعة، أحياناً السؤال لما يثار البعض يعتقد إنه هذا السؤال إحنا نتبناه كمقدمين. لا، إحنا نطرح سؤال الغائب. سؤال الغائب قد يكون أنا أتبناه وقد أكون لا أتبناه، لكن هذا السؤال مطروح على الضيوف حتى يجيبوا عليه. الضيف موجود مش عشان يجيب على أسئلتي أنا فقط كمقدم، لا، الضيف موجود حتى يجيب على جميع الأسئلة المثارة، حتى يوضح الأمر ويبينه سواء عجبوا السؤال أو ما عجبوا. والحقيقة بدي أهمس في إذنكم همسة مهمة. إحنا لابد أن نغربل، أن نغربل وأن نغربل، بعيد ثلاث مرات، أن نغربل من يقود الجالية العربية والمجتمع العربي، من لا يستطيع أن يواجه الجمهور ولا يستطيع الإجابة على الأسئلة ولا يستطيع حتى أن يتحدث مع نفرين اثنين من الجالية العربية، لا يستحق أن يمثل الجالية العربية، لأنه ما راح يواجه اثنين. هذا الإنسان راح يواجه مئات وألوف ليسوا من العرب بل من خارج العرب، فكيف سيكون خير ممثل لهذا المجتمع العربي؟ المجتمع العربي مجتمع مسيس ومجتمع متعلم ومجتمع مثقف ومجتمع فيه كفاءات عالية جدا، لا يليق أن يمثله إنسان لا يستطيع أن يحاور ولا يستطيع أن يتكلم في أي موضوع ولا يستطيع أن يطرح أي موضوع ولا يستطيع أن حتى يحاور زوجته في البيت، لا يستطيع كل هذا، وبالأخير يمثل المجتمع بهذه الكفاءات وهذه الإمكانيات. ولذلك اللي يريد أن يخرج ويتكلم ويناقش في موضوع هو متخصص ويبين للناس أنه مختص فيه، إما أن يكون على قدر المسؤولية أو لا يخرج أبدا أمام الناس. لذلك إحنا نطرح الأسئلة بكل وضوح وكل جرأة، ونريد أن نفهم من لم يستطع أن يقنع الجالية العربية اللي أمامه من خمس أشخاص، إذن في الأخير ما في داعي أنه يطرح نفسه ممثلاً للجالية العربية. أما بتقول لي عن مين بتحكي، أنا ما بحكي عن حد، أنا بحكي عن مبدأ الجرأة
في النقاش، مبدأ الجرأة في الحوار. احنا نريد انه نخرج في نقاشات وحوارات واضحة وجريئة، كل واحد يطرح رأيه، والمجتمع العربي يقيم من يمثله. كثيرا من الأوقات خرج من يمثل المجتمع العربي من خلال الصور الوردية والعلاقات الاجتماعية والكلمات الرنانة. نحتاج إنه كل واحد يكتشف ممثليه بشكل واضح. والحقيقة هذه البداية، لسه أمامنا لقاءات كثيرة، احنا لسه توي بادين، يعني أمامنا لقاءات كثيرة، نطمح بأن نلتقي الجميع. أنا في مرة من المرات جاءني واحد وقال لي إنه يا أخي لا تنتقدني في العلن، وهو يعتبر public figure، يعني لا تنتقدني لا تناقش في العلن. أنا بحبش أدخل في حوارات في العلن، لا أتصور أبدا إنه بكرة إذا صار ممثل في البرلمان إنه راح يكون الانتقاد إله في الخاص، مستحيل. صحيح. مستحيل. يا حبيبي محمد تميمي، خلي أقاطعك بشغلة. تفضل سيدي. المشكلة أنه إحنا اللي انطينا مجال لهذول الأشخاص أنه يصدرون المشهد ويطلعون ويكونون هم متحدثين باسم الجالية العربية. هاي مشكلة أزلية، لأنه أغلب الكفاءات اللي عندنا هم من، يعني خلي أقول أستخدم كلمة منعزلين، يعني ما عندهم هذا النشاط الاجتماعي الكثير. فهذه مشكله، يعني هذول الاشخاص اللي منعزلين انطوا مساحه لهذول الاشخاص اللي انا اسميهم متطفلين مع احترامي، يعني عذرا على الكلمه، او دخلاء على العمل الجالوي، خلينا نسميه هيك، وتصدروا المشهد وصاروا وراحوا. والله محمد احكي لك شيء، يعني الاشخاص اللي ذكرت مواقف صارت صدقا، يعني اني احبهم، يعني بشكل شخصي، على المستوى الشخصي انا بحبهم حتى لو اختلفنا، ماشي. لكن مثل ما قال البعض، والله انه احبك ولكن حبي لامتي اكبر. فيعني الصدق والامانه مو من عندنا اكبر من شخص. الصدق والامانه تقتضي انك تقول لاخوك احيانا والله هذا ليس مكانك، فلا تحرج نفسك امام الناس وامام الجماهير. انا ما بدي اخرج عن اطار، لكن علقت على نقطة حكتها اعتدال، اللي هي بدنا الكلام يكون جريء، والأسئلة بتطرحوها فيها جرأة، ولازم يكون فيها جرأة. لو بتكلم عن أبنائنا لازم نعرف إنه أبنائنا فيهم تفكير وبيحكي مخلص. بدنا نقاش مع الشباب، إحنا عملنا أربع حلقات مع الأطفال والمراهقين والشباب، والقادم إن شاء الله كمان أكثر وأكثر إن شاء الله. طيب نعود للأسئلة والمسابقة يا دكتور جمال. يلا محمد عيسى رقم 7 حبيبي. 7 دغري 7. طيب 7 سهل، سؤال سهل. يلا، ما هي المدينة الملقبة بالشهباء؟ حلب الشهباء. نعم عيني. أحسن. هذا صحن بامية وصحن كنافة وصحن منسف راح عليك. طيب السؤال الثاني، اختر رقم. 14. كم مدينة في العالم تحمل اسم الإسكندرية؟ هلا في إسكندرية هاي مصر واحدة، وفي احنا في لواء اسمه الإسكندرية، وفي بليبيا اعتقد واحدة، يعني فد 4-5. 4-5. ايه عيد. أكثر. في واحدة في أنتاريو. الجمهور، كم مدينة في العالم تحمل اسم الإسكندرية؟ يلا محمد أكثر من هيك. والله أنا ما أعرف المعلومة حقيقة، ولكن أنطي في ثمانية فقط في الولايات المتحدة. ثمانية في الولايات المتحدة، ما شاء الله. أما بتحكي في واحدة في الولايات المتحدة؟ لا يا أما، في ثمانية في الولايات المتحدة. محمد بقولوا لك إذا بتجاوب على هذا السؤال لك دول مو مزقوف. أولي يا أبا. عشرة.
أموش. عشرة أموش، لا أكثر من عشرة أموش. هلا إحنا عندنا بالعراق مدينة اسمها الإسكندرية، منطقة يعني اسمها الإسكندرية. طيب شوف، موجودة في الولايات المتحدة وفي كولومبيا وفي جامايكا وفي كندا وفي رومانيا وفي جنوب إفريقيا وفي أستراليا وفي تركيا. ما شاء الله 50 بقول لك اعتدال وخولة بيحكوا 50. تخيلوا إنه العدد اللي باسم الإسكندرية 44 مدينة. ما شاء الله. 8 فقط في الولايات المتحدة. 8 فقط في الولايات المتحدة. نعم. طيب إحنا معنا أمع التليفون. يلا محمد خليك معنا ما تروح. يلا إيه موجود. أنت من أهل البيت يعني. حبيبي. أما أنت معنا على التليفون؟ أما ما بعرف، في عنا بسيوني برضو حكى بده يشارك. أيوة سمعاني؟ ألو؟ صوتك بعيد، لو تقربي على ال... أيوة سامعين انتو؟ لا مش سامعين. احنا سامعين، حطها على السماعة. أنا حاططها بس هي صوتها على السبيكر برضو. ألو، أنا صوتك بعيد، قبل شوي كان كويس، بعيد كتير. إيه خليني أرجع أحكي معك. الإنترنت يا أخي، صرنا بالعصر العشرين والاتصالات مش ظابطة. بكرة بيطلعوا لك الجيل الخامس يا دكتور. ما على هذا، هذا نلومها على محمد التميمي، هم جماعة التكنولوجيا والتك وهاي الأمور. أهلا وسهلا. أنا ولا بس لسه أنا وياك. أنت لايف هلا معنا. أهلا وسهلا أما. كيفكم؟ رمضان كريم على الجميع يا ربي. أهلا وسهلا. علينا وعليك إن شاء الله. الله يسعدك. أنا على فكرة بدي أشكركم كثير على هالبرنامج الحلو، يعني بصراحة أنتوا الجروب الوحيدة اللي بحضر فيها اللايف يعني على الساعة 10، فأنا مروقة كثير عليكم وعلى المواضيع وعلى طريقة الطرح وعلى الضيوف، يعني كثير كثير مستوى راقي جدا بصراحة، وأنتوا كمحاورين يعني متمكنين، وهذا شيء بيخلي يعني الحوار كثير ممتع. فإلى الأمام ونحن معكم يعني إن شاء الله. احنا بنشكرك شكر جزيل على ليس ما قلته فقط، بل على ايضا هذه الثقة، يعني احنا نعتز في هذه الثقة، وان شاء الله ما نخيب لا املك ولا امل الجمهور في ثقة. انا في عندي شغلة يا دكتور. تفضل. كان من الملحوظ يا اما، كان من الملحوظ انه كان من الملحوظ أنه في وقت المحاضرة أو اللقاء السياسي ومع الدكتور أسامة، يعني كان في توافق كبير في التعليقات بينك وبين الطرح تبع الدكتور أسامة، وكان تفاعلك أكثر من، طبعاً دائماً متفاعلة، لكن تفاعلك في الشأن السياسي كان أبرز وأكبر، و يعني لدرجة أنه شوي أنا كنت بدي أطلب تطلعي معنا لايف تكملي اللقاء مع الدكتور أسامة أنتي. لا لا يا محمد، مو لهالدرجة، أنا بس إن النوع اللي بحب أقرأ كثير وأعرف شو عم بيدور حوالي، ومثل ما مدى قلنا أنه نحن في فلسطينية بجيناتنا السياسة. صحيح. فبحب بس أنه تابع يعني وأعرف شو حوالي، وباخذ معلوماتي كمان غير من المينستريم ميديا يعني. That's good. ولما كنت صغيرة كنت أكره شيء اسمه سياسة، وقت موالدي كان يتفرج بس على الأخبار، بس الظاهر لما الواحد بس يكبر الشغلات هيك يعني لا شعوريا ما بعرف بيتوارث عن أهله. جينا بس بحس حالي أنا أي خبر أي كذا ألقط يعني، فأنه بطلع حوالي فعلا صرت مثلهم أنا. في عندك اقتراحات على برا على حلقات او اشي؟ والله بفكر
بفكر طبعا نحن على طول بنتواصل يعني، بس بفكر شو بيطلع معي بقولكم يعني. بس أكيد. توفر يعني انتوا مثل ما قالت اعتدال يعني، عملتوا كثير شغلات متنوعه وحلوه، ويعني انا من النوع اللي بحب الحوارات الهادفه يعني، المزح له وقته والنكت له وقته، بس كمان نحن كثير بحاجه لناس مثقفه وفهمانه يعني ومتعلم، مو بس انه نطلع وشك بشك ومزح ونكت واغاني ورقص يعني، لازم يكون المحاور كما مثل ما ذكرت اعتدال عنده خلفيه ثقافيه ليقدر يدير يعني حوارات هادفه. وتعرفي انا هذا الشيء اللي بصراحه محببني يعني بهاي الجروب خاصه يعني، في جروب كثير كنت فيها وطلعت منها لانه قالوا قلنا ومسخره واشاعات وعلقوا ببعض، فانا ما بحب هيك جو بصراحه. وهذا الهدف انه نعطي الخبز لخبازه يعني، لما حكينا مع نادي عشان تيجي على الطبخ يعني، لا انا ولا استاذ محمد بنطبخ زاكي، لو بنطبخ زاكي احكي عن حالك لما حكينا مع موضوع الكتاب خير من اخترنا يعني الاستاذ محمد عيسى، ففي مواضيع عندنا حيكون في مواضيع قادمة إن شاء الله ومفاجآت عم بنحضر لها مع ناس إن شاء الله ذوي خبرة يعني حلو، هذا أهم شيء، بدناش الضيف يكون متمكن من الموضوع يعني. صحيح. طيب تحبي نسألك الأسئلة؟ يلا مع محمد سرق لي رقم 7. شفت يا محمد؟ عطوها رقم 7 مرة ثانية. منعيده اعطينا ايش بدك اي رقم تدلل عما. هات ناخذ 21. لا هذا سؤال سهل ما بعطيك اياه. سؤال بحكي، من الذي رسم لوحة الموناليزا؟ رسم لوحة الموناليزا. يا ربي شو اسمه؟ حضرة بالثاني. أيوة. لحظة. سهلي لي إياه، قل لها هو إيطالي. زي السؤال زي أستاذ الرياضيات لما يسألك 7 في 7. عمل السيستين شابل. أوه ماي جاد. يس. ليوناردو. ليوناردو. مش ديكابرو يعني؟ ليوناردو دافنشي. صحيح، 100%. طيب إلك كمان سؤال. يلا ناخذ 33. 33 33 يلا بحكي لك، ما هي أكثر اللغات حروفا؟ صراحة يا أمل اللي حضر الأسئلة الأستاذ محمد تميمي، فما بعرف الأجوبة. رشان؟ لا. 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 أعطيني بأي على فكرة. بالقارة. على فكرة أقل اليوم تفاجأت يعني وأنا بحضر إنه أقل اللغات حروفا. اللغة العربية. عدد أحرفها 11. غريبة. غريبة. اللغة هاي بعد ما اجاوبك اياها بحكي لك باي قاره. نو. طب لحظه خليني قلت لك في ناس. اعطيني ثلاث خيارات. طيب اعطيكي ثلاث خيارات، الصينيه أوكي. الصينيه أوكي. الفارسيه أوكي. الكمبوديه يعني فارس. شو كمان؟ كمبوديه. الكمبوديه. كمبوديا وتشاينا وبرجن. رح اختار الصين. اذا مو الصين اكيد بتكون برجن، بس الصين اول جواب. الصين. المفاجاه انها كمبوديا. ترى يا جماعه 72 حرف. واو عنجد. والله ما اوكي. مخلص بقول لك اللغه الخليليه. ترى بس للمعلومة، اللغة الصينية لا يوجد بها أحرف،
اللغة الصينية تعتمد على الستروك، يعني الشحطة الرسمة هاي. لا، حتى جوا الكاركترز في ستروك، مثلا نقطة بسموها ستروك، فعندهم 180 ستروك، بس الاختلاف تبع الستروك هذا بطلع لك كل هالأشكال. اللي معروف أو اللي بيحفظه الرجل المثقف هو 20,000 كاركترز، لكن في اللغة الصينية في أكثر من 200,000 كاركترز، بس مش مستخدمين كلهم أو قليل استخدامهم. هو نحن للي ما بيحكي صيني بتبين كأنه كل واحد جار هيك مربعات وطالع أستاذي أما بنشكرك كتير كتير كتير، شكرا كنت كتير معنا. أهلا وسهلا فيك. لابد إليك من يوم، لأنه على فكرة جمال أما في عندها إبداعات وعندها تخصص بأشياء كثيرة، خاصة في مواضيع لها علاقة في سوشيال، وخاصة في الأمور الإحصائية، وخاصة في بعض المواضيع اللي الكندية. لعلمك أما في كندا بجوز تعرف أكثر من ترودو، فمحتاجين ناخذ منها وعد على حلقة، نختار سوا موضوعها وعنوانها تفيد فيها الناس اللي بيحبوا يستمعوا لهيك أشياء. أكيد أكيد نتشرف فيها. نتشرف. أهلا وسهلا فيك. Keep up the good work. Thank you. Thank you. Anything you are welcome anytime. طيب احنا عندنا بسيوني كان على الخط، حشوفه اذا موجود. اعتقد لا راح، هرجع احكي معاه. احمد بسيوني حطه على سبيكر. هقيته. اهلا وسهلا ابو حميد. اهلا وسهلا، انت معنا لايف. اهلا وسهلا فيكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. معنا الكابتن احمد بسيوني. اهلا وسهلا. اهلا احمد. اهلين احمد بسيوني، كيفك؟ تمام الحمد لله، يا رب دايما تكونوا بخير كلكم. طبعا احمد بسيوني من الناس اللي نفتخر بوجودهم في الجاليه، مش بس لانه مذيع وبحب الرياضه، لكن لانه فعلا بعطي الرياضه روح ثانيه. احنا الشعب العربي بحب الكرة، بس لما بتسمعها من الكابتن احمد تشعر انه حاجة حلوة، يعني حاجة جميلة كده. والمعلقين المصريين، احمد يعني صلحني، هم أئمة عمالقة التعليق الرياضي. يعني اكيد طبعا، يعني في دايما بيكون في معلقين رياضيين دايما بنذكرهم يعني بالخير، ولحد دلوقتي أثروا موضوع التعليق الرياضي، ويمكن من الأوائل الدول اللي كان فيها تعليق رياضي على ماتشات كرة القدم كانت مصر. صحيح. ولكن دلوقتي طبعا مع العولمة ومع تعدد القنوات الرياضية بقى المجال المختصر، وبقى مبقاش فكرة على مكان معين وجود معلق رياضي مميز. صحيح. فدلوقتي في معلقين من الجزائر ومن تونس وحتى في الخليج العربي برضو مميزين، ولكن كله ليه زي بقول لك اختلاف الأذواق برضو بخلي كل واحد طعمه مختلف وطعمه مختلف. صحيح صحيح. طيب احنا طبعا هنفتح مفاجأة اليوم، انه احمد الكابتن احمد حيكون معنا في حلقات ان شاء الله يمكن نبدا فيها بعد رمضان عن الكوره، فحتابعونا بس ترجع الكوره يا رب بعد الكورونا. الكوره راجعه ان شاء الله يوم الثلاثاء. راجعه ان شاء الله قريبا، هتبقى عوده في الدوري الالماني اخيرا، اي حاجه يعني كوره نتفرج عليها، فنتمنى ان شاء الله يبقى عندنا كلام نطلع نتكلم فيه ونستمتع بعوده. احمد بدي احكي لك هالقصه الحلوه هاي، نقطة طبعا واحدة من الطرائف كانوا يحكوها في الأردن. كان في عندنا في الأردن واحد اسمه مازن القبج، هذا كان يقدم برنامج زراعي دائما مع الفلاح ومع المزارع، كان في عنده مضافة يسميها مضافة الحج مازن، فالناس كانوا بيحكوا تخيلوا لو مازن القبج بده يعلق على مباراة رياضية، مباراة كرة قدم، فكيف حيعلق عليها؟ حيحكي لك إنه أيوة وشاط الكرة، والكرة الآن تتحرك وتأتي وتخبط الكرة بالشجرة، الشجرة والشجرة يا إخوان المثمرة من أهم
من أهم عناصر الحياة. وكيف يزرعون الشجرة يا إخوان؟ بترك المباراة بتكلم عن الشجرة. ألو، وصل الخط عند التيم محمد. أحمد وصل الخط. طيب أنا بدي أحكي بس للجمهور أنه محمد عيسى حيخرج معنا في برنامج عن الكتاب، وحيكون هذا البرنامج قراءة في كتاب، وراح نحدد الكتاب في كل أسبوع. ومحمد احنا حنكون في اللقاء هذا، ممكن نكون مشاركين طبعاً. قارئين الكتاب يطلعوا معك في اللايف، ويصير في نقاش معهم عن ملخصات للكتاب وبعض فقراته. صحيح؟ أكيد. فإن شاء الله قريبا نترقب نترقب هذا البرنامج. في مميزة ثقافية ومتقدم دايما حاجات محتوى هادف فريق، حاجة من الحاجات الجميلة. أكيد إن شاء الله تبقى تجربة موفقة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أحمد، تحب نسألك كم سؤال هيك على الطاير؟ بس لا رياضي، مو أسئلة رياضية. أنت وحظك ترى، يمكن يطلع لك سؤال رياضي. لا لا، بدون أسئلة رياضية. يلا ادينا رقم من واحد لخمسين. مشكلة إذا طلع سؤال رياضي وما عرفش يجاوبه، مشكلة. والله من واحد لخمسين 22 طبعا. أبو تريكة 22 أبو تريكة طبعا 22 يا سيدي. 22 بحكي لك، ما هو أضخم معجم عربي؟ المعجم أنا أعرف الوكيل قاموس العربي، معجم العربي الوسيط. بقول لك الوسيط. لا مش الوسيط، مختار الصحاح. في أكبر منه؟ لا مش مختار الصحاح. الوجيز أكيد مش الوجيز، لأن الوجيز أكيد أصغر. الوجيز الوجيز وجيز. الوجيز وجيز خلصان يعني. على فكرة هذا المعجم كان مشهور جدا زمان، وبعدين بدأ مختار الصحاح يطلع بدل عنه لما طلع مسرحية مدرسة المشاغبين، وسعيد صالح حكى مختار الصحاح ولا حكاها عبد السلام الصحاح ولا عبد الفتاح الصحاح وزكي جمعة. في ناس بيقولوا لك المحيط بغششوك. المحيط؟ لا لا لا، طاهر 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 معايطة جاوب. طاهر معايطة جاوب. لسان العرب. لسان العرب لابن منظور. نعم حبيبنا، احنا نحكي على التحديث. التحديث اللي ورا شو اللي نزل؟ هو مختار الصحاح ابديت. مختار الصحاح. مختار الصحاح يعني ما توقفش، كمل. اي كمل. طب نعطيك 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 محاولة أخرى عادي. خلاص أنا در تشانس. يلا رقم تاني. أيوة خذنا نشوف رقم تاني. مخلص منك كتاب الأخضر. صلاح في ليفربول رقم 11. يلا صلاح 11. صلاح 11. طيب من هو أول صحابي ولد بعد الهجرة؟ من هو أول صحابي ولد بعد الهجرة؟ اللي أمه كانت السيدة أسماء، وابنه حفيدها حفيد السيدة أسماء. ديني. طب يا جمهور يا جمهور ساعدوا بسيوني، حرام ده راجل. اول صحابي ولد بعد الهجره. انت تعرف السؤال السابق الدكتور مخلص شو بقول لك؟ الكتاب الاخضر. احنا لو بليبيا لازم يكون الكتاب الاخضر، مفيش مجال. Thank you.
ما دايم غير وجه الله، ما دايم غير وجه الله. اه سبحان الله. طيب صحابي يا جماعه يا شباب غششوا بسيوني. التنين جايب لنا عزله من برا المنهج. المنهج عندي بسيوني هو رياضيات ورياضه. اه خش في الرياضه، كلمني مثلا قول لي اهميه معدن الفوسفات في الحياه الثقافيه. هذا رياضيات ولا رياضه؟ عايز واحد يبقى قاعد على كتب يا باشا، انا كله في العصر الايس. الحلزونه الحلزونه. طيب نعطيك خيار عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير صحيح، عبد الله بن الزبير. هاي دكتورة يسرى بتقول لك عبد الله بن الزبير. دكتورة يسرى اتصلي معنا عشان نحطك لايف. طيب بسيوني احنا ننتظر اللقاء الصاروخ اللي حيكون بينك وبين الأستاذ مخلص، حيكون ماتش رهيب ان شاء الله. حيكون انا صراحة بدي احكي احمد، انا بدي احكي للجمهور، بدي احكي للجمهور يا جماعة، واحنا بنحضر تحضير بسيط على الحلقة تبع الكورة مع احمد ومخلص. صراحة كم الضحك اللي شفناه في التحضير يعني بيساوي مدرسة المشاغبين. فيعني اتوقع الان صحكم جميعا، اللي عابب يطلع من الحجر ويطلع من الكورونا انه يتابع الحلقة تبعت مجنونة الجماهير هذه الكرة مع أحمد بسيوني ومخلص، حتى يعني يشوف كيف الكرة على الأصول. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا أن أنت تدي الفرصة الحلوة الثقافية دي. بس برضو اختياراتك كانت رياضية، أبو تريكة وصلاح. بالضبط بالضبط. على كل حال إلك إلك شرف المحاولة، إلك شرف المحاولة، والمهم والمهم اللعب النظيف. بس يوني أحمد صحيح. صحيح أكيد. نعم نعم صحيح. بالمناسبة أحمد بسيوني، أنت فاتك صارت بطولة عربية هنا بأوتاوا كرة قدم قبل شهرين ثلاثة. إيه فكان بس التحضير لها كان سريع جدا، شباب يمنيين وشباب عراقيين وشباب توانسة وليبيين إيه وإحنا فزنا بالبطولة. فريقي فاز بالبطولة. بالمناسبة أنا عندي فريق جدا قوي، يمكن شايفه دكتور جمال. بس ما شاء الله. يا أخي أنا ما بعرف ليش في مو شيء، يعني ما بعرف ليش ولا مرة دخلت في فريق وفزت، ما بعرف. أنت السبب. خليك بعيد محمد لعاد. أتوقع كرة القدم فيها مشكلة. أكيد والله أكيد أكيد إن شاء الله. بالمستقبل ان شاء الله بس تنتهي الازمه مع الكورونا وننسق وان شاء الله يصير فد شيء كبير، ان شاء الله نسوي بطوله عربيه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا بسيوني حبيبي، تصبح خير، يلا رمضان كريم. من التالي؟ دكتوره يسرى. دكتوره يسرى هحكي معها اشوف تقدر تطلع لايف ولا لا، اذا كانت مشغوله ولا هلا. في انا عندي اقتراح لكم يا شباب، انه اضافه للفقرات برامج اللي عندنا، انه نسوي لقاء مع صناع السينما العرب في كندا. اقتراح ممتاز ممتاز. في كثير شباب نعم يشتغلون بهذا المجال، في كثير. نعم ممكن ننسق بعدين ونبلور الفكره اقتراح ممتاز، ممكن ننسق سوا فيها محمد. ايه اكيد ان شاء الله ان شاء الله. وبعدين الأصدقاء إذا في عندهم في بالهم فيلم جيد يعني بيحبوا إنه
يطلبوا انه يعرض كمان، هذا ممكن يعرض لايف في ساعه معينه من الوقت من النهار او المساء، فممكن يعني تطرحوا بعض الافكار لافلام معينه، ممكن تكون افلام كوميديه اللي انا بحبها، او تكون افلام وثائقيه علميه من اللي بحبها الدكتور جمال، او تكون افلام دراما من اللي بحبها محمد عيسى، او افلام سياسيه من اللي بحبها مخلص. طبعا خولة بتقول لك تمارين رياضيه على الهواء. تمارين رياضيه، والله يا خولة مش عارفين مين يقدم التمارين الرياضيه، احنا والله حكينا في النقطه بس لا انا ولا محمد ظابطين التمارين الرياضيه. انا الحركه الرياضيه تبعتي هذا التشهد. معنا الدكتوره يسرى لايف، تفضلي يا دكتوره. مرحبا، كيفك؟ اهلا وسهلا دكتوره يسرى. طبعا مستضيفين ناس من العراق كمان، ما تفكر يا دكتوره، اهلنا وحبايبنا ترى. حبيبنا والله. اهلا وسهلا محمد، شلونك؟ اهلا وسهلا بيك، اهلا دكتوره يسرى، اهلا بيك، شرفتينا وعلى عيننا وراسنا، اهلا وسهلا بيك. الله يخليك. دكتوره انت كان عندك بعض النقاط اللي حبيت تحكيها عن البرامج، او في عندك اي مقترحات لبرامج اخرى؟ كل البرامج اللي حد الآن يعني بارك الله بيكم، كل البرامج حلوة يعني احنا نراقبها هنا بالبيت، كليتها مفيدة وممتعة، اللي شفناها يعني كلش عجبتنا هي المقهى اللايف اللي تسووا، هاي انها يعني خصوصية انه مؤنسة الحلقة مع الأستاذ أحمد العزاوي أتصور كانت مع المنشد، كانت رائعة. مصطفى العزاوي. مصطفى العزاوي نعم. أي رائعة كانت يعني الحلقة للأطفال، فترة اللي استضافية الأطفال وآرائهم عن الكورونا همينك يعني رائعة كانت، لأنه خلتهم شوية يعني يتحدثون، حتى وأنه البرنامج عائلي مش بس يعني مخصص للكبار. نعم. هم همين شاركوا ويا العائلة كلية خلينا نقول. نعم. بس شكرا على الجهود مالكم. الله. يعني جهود حلوة وبارك الله بيكم. الله يبارك لك يا دكتور. شكرا دكتورة. دكتورة كيفك مع المسابقات؟ يلا نجرب. أعطينا رقم. 4. أوكي. 4. 4 بيحكي لك من الذي لقب بعالم قريش؟ بعالم طايش؟ قريش. عالم قريش. عالم قريش. واحد من الأئمة الأربعة. وكان له مذهبين، مذهب في العراق في بغداد ومذهب في القاهرة. مذهب بغداد ومذهب في القاهرة. أنا استعيني بصديق. استعيني بصديق. أنا صديق. هاي صديق محمد عيسى. الصديق في الاستوديو. عالم قريش. أجاوب أنا؟ بس ما أعرف إذا جوابي صحيح ولا لا، بس أنت قلت المذهب اللي بالعراق، إحنا عندنا الإمام أبو حنيفة النعمان مذهب الحنفي. صحيح، هذا مذهب في العراق أبو حنيفة النعمان، لكن ما ذهب إلى مصر. لكن العالم اللي بنحكي عنه هو كان في العراق. نعم، غير جزء من مذهبه في ما القاهرة، لما راح القاهرة كان الإمام الشافعي. إمام الشافعي. صحيح محمد. الشافعي. نعم نعم، محمد بن إدريس الشافعي، كانوا يسموه عالم قريش. والشافعي بالمناسبة في ناس يعني لا تقدر أحيانا العلماء، الشافعي في اللغة العربية كان رأيه عند أهل اللغة بعيدا عن الدين، عند أهل اللغة كان رأيه في اللغة ك
كافي ولو كان وحده أن يرجح المسألة. يعني لو كان خلاف في المسائل في اللغة والرأي ورأي الشافعي في هذه المسألة هو الوحيد، كان يكفيها وجود الشافعي فيها حتى تقوى لقوته في اللغة. طب جربي سؤال ثاني. يلا سؤال ثاني. أما بسأل إيش هو؟ 20؟ لعشرين. رقم 20؟ يلا 20. 20 رقم 20 بقدرش أسألك إياه لأنه سهل. رقم 20، ما هي وحدة قياس الصوت؟ وحدة قياس الصوت. البيل. ديسيبل. 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 صحيح مزبوط. صحيح. هي حكت صح. طيب إلك كمان 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 اختيار. الديسيبل. يا كمان واحد. بونس بونس بونس. هيرتز التردد يا صبرينا. هيرتز التردد 10. ديسيبل هو الصوت. 10. يا 10. طيب يا دكتورة، ما هي الميت الحلال والدم الحلال؟ مش في ميتة، الميتة محرمة بس في ميتة حلال، وفي الدم محرم بس في دم حلال. ما هي الميتة الحلال؟ الدم حلال وما يخالط بعظم. لا مش لا هذاك غير. ما هو الدم؟ الدم الحلال اللي ممكن ناكله. بس هو دم. الدم الحلال في جسم الإنسان. الدم الحلال. أورغان. أورغان يا دكتورة. كبد. أحسن. محمد. محمد يغششك. محمد غششك. كبد. الكبد صحيح. الكبد والطحال. طب الميت الحلال. الميت الحلال. أما جوابك صحيح وعمر أبو سنينة جوابك صحيح. الميت الحلال والله. ميت بس حلال بنأكله. بنأكله وهو ميت. السمك المسقوف. ترى من هذا المنبر بنوجه رسالة شكر لأخونا رافد. مرة حاول يعمل لنا سمك مسجوف وتقريبا زبطت المحاولة. نتمنى إعادة المحاولة بعد الكورونا إن شاء الله. إن شاء الله. سلمينا عليه كثير وإن شاء الله نراكم في حلقات ثانية يا رب. أنا أستاذ رافد. أهلا أستاذ رافد. شكرا. والنعم فيكم. حياك الله. إن شاء الله. تسلموا تسلموا. خلاص يا جماعة إلنا مسجوف. بيوت عز. بيوت عز. بيوتكم بركة إن شاء الله. بالسلامة. تصبحون على خير. السلام عليكم. طبعا حنحاول نتصل بعمر. عمر جاوب كتير أسئلة، حيكون يمكن آخر واحد ولا لا؟ شو رأيك؟ طبعا نعم. حاول اتصل بعمر. جاوب كتير أسئلة، حيكون يمكن آخر واحد ولا لا؟ شو رأيك؟ طبعا عمر. حاول اتصل بعمر. أما سألت شو هو السؤال تبع الشافعي، اللي هو السؤال من هو عالم قريش؟ هو محمد بن إدريس الشافعي إمام المذهب الشافعي. طبعا عمر أبو سنينة. يعني أنا هلأ انتبهت أبو سنينة يمكن أكبر عيلة في الخليل. عم بحاول أرن عليه. ألو
انا اسم ابو سنين اول مره شفته بعمان بدعايه شركه اسمها طنطش وابو سنين. ايوه صح لو لا اكو هيك شركه كبيره بعمان. طبعا انت عارف في الاردن وفلسطين العائلات متداخله متداخله. معنا عمر اهلا وسهلا يا عمر. اه يا حبيبي سامعنا. السلام عليكم. رمضان مبارك. رمضان كريم. ما شاء الله عليك كبس في الأجوبة. والله أنا بحب برنامجكم يا دكتور جمال والأخ محمد. طبعا حبيبنا الله يرضى عليك. وطبعا بتمنى لكم التوفيق على مشروعكم، إن شاء الله بكون ناجح وبنفتخر فيكم إن شاء الله. الله يخليك. شو أول شيء أنت أبو سنين الخليل؟ خالي نعم. اهلا وسهلا فيك يا خالي. على راسي والله يا حبيبي. ترى يا جماعه عائله ابو سنين اكبر عائله موجوده في الخليل ما شاء الله. في عائلات كمان كبيره يعني زي النتشه وزي، بس طبعا عائله ابو سنين طبعا لهم وجود وعدد كبير سواء بعمان او بالخليل او حتى بالقدس. صحيح هم التجار يعني من طول عمرهم وما شاء الله عليهم يعني موفقين. أنا لما نزلت فلسطين لأول مرة نزلت عند صديق إلي وكان مدار أبو سنينة، وهو اللي وصلني لدار جدي اللي لسه موجودة، وعم أخو أبوي موجود غاد، فقصة طويلة هحكي لكم إياها. فكل تحية لدار أبو سنينة وأهل الخليل وأهل فلسطين وأهل الوطن العربي. صحيح ما شاء الله أنتم أحسن. في شغلة مهمة جمال بدي أحكيها عن أهل الخليل وأهل نعم. الخليل يعني أصدقاء وأحباب وأقارب وعزوة وكل شيء. أهل الخليل تجار وبحبوش يشتغلوا بالوظيفة يعني عند حد، بحبوا دائما يكون عندهم شغلهم الخاص فيهم، وبيعتبروا حالهم إنه إذا اشتغلوا في أي وظيفة معناته بيشتغلوا عند الناس، مش مرتاحين يعني. ففي صديق إلي من الجعبري نعم. الجعبري من عائلات الخليلية، فرحنا زرناه وبنتكلم إحنا يا فبنحكي له عن الموضوع هذا، إنه هو شاب يعني تاجر مر يعني تاجر يعني. فبيحكي لنا عن قصة صايرة معه، بيحكي إنه راح زار صديق إله تخرج درس شريعة إسلامية، فراح زاره فطلع لهم أبوه سلم عليهم، أبو الشاب سلم عليهم وجالس هيك مهموم، ابنه متخرج يعني وناس فرحانة وجايين يباركوا له والأب مهموم، فهم بيحكوا له مبروك يا عمي. فبيحكوا الله يبارك فيكم. فبيحكوا له إن شاء الله يعني الأمور تمام. يا ماشي الحال. بيحكوا له طيب يا عم كيف شايف؟ ماشي. بيحكوا له خير يا عم، شكلك مش عاجبك يعني زعلان. احكي لهم والله ما انا عارف ايش بدي اقول لكم، اخوه الكبير تخرج دكتور عملت له عياده، اخوه اللي بعده تخرج مهندس فتحت له مكتب، هذا تخرج شريعه ايش اعمل له؟ افتح له جامع؟ طبعا عمر انت من المتابعين اللي نفتخر بوجودك دائما معنا، فبدنا نسمع منك هل في عندك انتقادات اراء مقترحات بصدر رحب؟ يعني احنا لايف ما عندنا مشكله، اذا عندك اي شيء ممكن ناخذه بعين النظر يعني ننظر له. يعني طبعا انتم اول شيء اول بفتخر انه انتم جيراني وقراب مني، انا بقتلو ساكن فاحنا جيران. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. وطبعا انا يعني عندي متابعه لبعض يعني القنوات الثانيه والجروبات الثانيه اللي بيطلعوا لايف بشكل مستمر، فانا اللي اختلف عندكم، وطبعا في محاولات ثانيه طبعا مش بطاله وكويسين يعني، بس انتم اللي عندكم يعني في اللي هو المحتوى مختلف وافضل. وطبعا
هم عندهم مش كل المواضيع بتكون مناسبة، ومرات الضيوف اللي بيستضيفوهم ما بيكونوا على مستوى الموضوع اللي بيطرحوه. وفي شغلة تانية انه حتى متابعين عندهم، يعني مع احترامي لكل الناس، بس مرات بيكون في متابعين من برا كندا، فهم حاطين يعني زي ما تحكوا اقرب انه فيك متابعين، او انه يعني متابعين زياده، حتى لو مش يعني بس زياده عدد. فمرات تلاقي عندهم 300 400 في نفس الحلقه، بس بتحس انهم ما لهمش دخل حتى بالموضوع المطروح، او انهم بعاد شوي عن الموضوع. فهي بس انا مش انتقاد، هي امنيه، ان انا بتمنى انه انتم يعني يزيد المتابعين عندكم بشكل تصير يعني تصير زي قناه رسميه لنا تمثلنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، الله كريم، ان شاء الله قريبا يعني تنجح ويصير يعني شيء، احنا نكون من الناس من الاوائل المتابعين، لانه يعني واحد بده شيء يمثل الجاليه بشكل عام. وانا حاسس انه كل المواضيع قريبه من يعني من افكارنا ومن توجهاتنا، يعني زي بعض، كلنا زي بعض. يعني للاسف انا بدي احكي بملاعبة شغله، طبعا ما راح اذكر اسماء، بس بدي احكي، مره حضرت لايف وللاسف يعني تندمت عليه. فمستضيفين واحد بيدعي انه هو شيخ او ما بعرف هو، يعني فالامور صارت فيها كثير تخبيص في الحلقه. فمثلا ما بيخلوك يعني حتى لو حطيت كومنت انه لا هذا الكلام صحيح، ما حدا برد، يعني خلص في توجه معين في كانت الحلقه هذيك، وبعدين بيعملوا حلقه 3-4 ساعات ما عندهم مشكله. فيعني كان الموضوع بكون اوفر، ومرات بكون في هدف معين في اللايف، لازم يعني فكره معينه بدهم يطرحوها غصب عنك انت المشاهد، عجبك ما عجبك، هذا غصب عنك، شيء امر واقع. فهذا انا ما بحب، خاصه يعني اذا بصيروا فيها نوع من سوري التخبيص. يعني صدقت احنا اما بتحكي لك نحن، وانا افتخر يا اما انك كتبتي نحن هنا، كواليتي نوت كوانتيتي، لانك بتعدي حالك جزء من هذه القناه، وهذا اللي بدنا نوصله احنا، انه نكون جميعا جزء واحد من هذه القناه. ف صحيح صحيح والله دكتور جمال واخ محمد، طبعا وضيوف الكرام، يعني بشكل عام كل شيء كان ناجح، يعني كل شيء الحمد لله، كان شيء رائع يعني. الله يبارك لك. طب يا خالي شو بدك رقم؟ هات الرقم. بلش رقم 17. ايوه خذ السؤال. ما هو الاسم الكامل لمنظمة اليونسكو؟ الاسم الكامل لمنظمة اليونسكو بالانجليزي او بالعربي؟ تبعت الأطفال صح؟ نعم، هي منظمة الأمم المتحدة للأطفال. هاي منظمة الأمم المتحدة. هذيك يمكن يونيسف. يونيسف هذيك أظن إيش تتعلق بالتربية والثقافة. ثقافة صحيح. أيوة أحسنت. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. مظبوط، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. أحسنت. يا طيب رقم ثاني، بصالك كمان رقم. كمان رقم يا خالي. رقم ثاني خمسة. خمسة وخميسة. أيوة أها ركز معي جمهور، ركزوا معنا. ما هي أول دولة وجهت إذاعة باللغة العربية؟ أول إذاعة عربية. أول دولة أطلقت إذاعة باللغة العربية. طبعاً 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 أكيد مش عربية الدولة. للأسف. يعني هلا مصر دائما بتكون سباقة في كل الأمور. لا بقول لك مش عربية. طبعاً للأسف ليست دولة عربية. للأسف ليست دولة عربية. مش دولة عربية. نعم.
أول دولة وجهت إذاعة باللغة العربية كانت سنة 1932. للأسف يا جماعة ليست دولة عربية. من الدول العربية بدها تكون مثلاً دول الشرق، الدول البحر الأبيض المتوسط مثلاً يا إسبانيا يا إيطاليا. إسبانيا يعني يا أخي يا أخي بتحس بتحس يعني الخليلية في عندهم ذكاء ولمحية عجيبة هيك. نعم إيطاليا إيطاليا يا سيدي إيطاليا. إيطاليا 1932. بعد المغرب العربي فممكن يعني من مصلحتهم يوجهوا باللغة العربية يعني. صحيح صحيح صحيح. يعني التردد بالأطول تردد على بعد مثلاً ساعة زمن أو إشي فأكيد التردد بكون واصل. يعني. صحيح صحيح. حبيبي كل عام وانت بخير يا عمر، وان شاء الله نشوفك بعد الموضوع الكورونا هذا ما ينتهي ونكون على اكيد 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 متشرف متشرف نحتفل باطلاق القناه ونكون احنا مدعوين اكيد باذن الله اكيد. انتوا الداعين انتوا الداعين يا عمر انتوا الداعين وليس المدعوين. خلاص حاضرين يا حبيبي، هذا شرف لنا والله. تسلم يا غالي. شرف فيكم والله حبيبنا. تسلم، الله يحفظك. سلام عليكم. شكرا على الاتصال. شكرا يا حبيبي. طبعا صابرينا جاوبت كم سؤال، فمش عارف شو رايك، ضل عندنا وقت. اشكرك اما يعني بتحكي لي اما اسئله حلوه، يعني انا كنت خايف تطلع اسئلتي للدم، بس كويس انك رفعتي معنوياتي. لا انا صراحه يعني مبسوط من التفاعل، مع أنها كانت لي أول مرة هذه التجربة، لكن أعتقد أنها كانت ناجحة. إحنا مش هدفنا كان نوزع هدايا، أو إحنا كان هدفنا أنه نستمع من الجمهور نحكي معهم. بالمستقبل نوزع هدايا بعض المعلومات. إيه؟ بالمستقبل نوزع هدايا إن شاء الله. إن شاء الله بالمستقبل نقدر نوزع هدايا وحب وعطاء للجميع. أنا في رأيي طلع صابرينا. ماشي. يلا يلا بنتشرف، علشان بتحكي لك بدي الجائزة. لأنه شوفي صابرينا، أونلاين غير أوفلاين، يعني أوفلاين بيكون الموضوع بيختلف. صابرينا كانت هلأ في ويبينار ومشغولة، فطلع من ويبينار على هون. يلا عمر بقول لك ما في هدية، يعني عمر أحلى هدية لك. ألو شغل المايك. عم يحكي معها بالتليفون يأخذ رأيها يمكن. مرة جاي أسويها كاتيجوريز محمد. أنا كنت عاملها كاتيجوريز بعدين لغيتها. أحسن. علشان يعني نخلي التنوع من غير ما حد يطلب الكاتيجوري المحدد. يعني مثلا والله مثلا أحمد بسيوني يجي يختار أنا إلا رياضة. يختار لي كله كرة ما أعرفش أدخل معه. أيوة. طيب أولا بناء على طلبات الجمهور صابرينا معنا لايف، تفضلي صابرينا. أهلا وسهلا بصابرينا. أهلا صابرينا. أهلا وسهلا. الله يسعدك. طبعا صابرينا من السيدات اللي أنا أفتخر بمعرفتي بهم، أنا معرفتي بها حديثا وأضفتها على الفيسبوك حديثا، لكن يعني بعتبرها أنا الموسوعة الفلسطينية في كندا، يعني هذا يمكن قليل عليها. مش لهالدرجة يعني. فعلا كتاباتك جميلة، تفكيرك رائع، أفتخر إني تعرفت عليك صراحة. تسلم والله. أنا كمان هذا من لطفك. وصابرينا حتكون معنا مقدمة ومعدة لأحد البرامج اللي راح تكون مفاجأة كبيرة إن شاء الله قادمة قريبا، ما بدنا نفشي السر، خليكوا على سوربرايز يعني، إلا إذا حابة تعلن فهذا راجع لها، بس قريبا إن شاء الله حتشوفوا مفاجأة ضخمة. إن شاء الله خير. طبعاً أنا يعني كتابات صابرينا متابعها من فترة طويلة،
المعرفة شوي يعني قديمة قليلا. الكتابات بصراحة سرد اللي صابرينا بتسرد فيه الحكاية الفلسطينية سرد مش يعني مش أي واحد ممكن يستطيع إنه يسرده. أنا بعتبره من السهل الممتنع اللي سهل قريب على القلب قريب للروح قريب للحياة للبيئة ومن مصطلحات البيئة لكنه منظوم بطريقة مش أي واحد بيستطيع إنه ينظمها. لازم يكون عنده قدرة أدبية ووعي كبير جدا للواقع والتاريخ. أنا بس أخجل بعرفش أحكي. ما أنا عشان ما تعرف تجاوبي. ما عشان ما نخسر الجائزة. أحسنتي صبرينا. أنا صراحة بحكي هذا اللي بتكتبيه أنت يجب إنه يخرج من نطاق الفيسبوك وينكتب بكتاب سميه قصاصات سميه أوراق فيسبوكية سميه اللي بدك إياه. المهم لازم يخرج ويطلع عليه كثير من الناس. الله يخليك. يلا اختاري رقم يا صبرينا. هاتي لك رقم صبرينا. 12. أوكي ما حد اختار 12. تفضلي. 12. لا 12 في حد اختاره. حافظ إبراهيم. أربعة اختاروه. سوري يس. طيب 6. برضو اختاروه. 6 اختاروه. 3. ما حد اختاره. 3. 3 ماشي. خدي يا ستي هذا السؤال. أول إذاعة عربية في الوطن العربي. وكانت رسمية أنشئت. يعني أول إذاعة عربية رسمية أنشئت. شو هي؟ أعتقد هنا القاهرة. نعم 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 القاهرة محطة القاهرة عام 34. محطة نعم. القاهرة صحيح صحيح. طب إليك كمان سؤال بس سهل شوية. سهل. عمار المصري أهلا فيك عمار. سهلة مش سهلة سهلة. عمار بقول لك رقم 9. تسعة يلا على رأي عمار. طيب تسعة بحكي لك ما أول محطة إذاعية في العالم؟ أول محطة إذاعية يعني ما بعرف حظك رائع مبين وجهي وين راديو عليك حلو. أسئلتك عن المحطات كلها والإذاعة وما إذاعة اللي هي يعني الراديو. أول محطة إذاعية في العالم. في العالم جيراننا هنا جيراننا. أنا حسب ما أذكر يمكن بالعشرينات طلعت أول محطة إذاعية في العالم. أحسنتي 1920. بس اسمها مش ذاكر to be honest. هيك في حروف مخربطة شوية. طيب كانت إيش جنسيتها المحطة؟ بقول لك قناة كنار. احنا بنحكي عن اول محطه مش اخر محطه يعني. في امريكا صبرينا. هي في امريكا KDKA. ما تسالونيش مختصرا على ايش KDKA. مش CNN يا جماعه. KDKA امريكيه. أمريكية. نعم. طيب يا صبرينا يعني للأسف صحن الكنافة راح عليكي مع أنك جاوبتي نص الأجوبة صح. طب أنا حكيت في حروف الزابطة مع بعض. طب خلص ولا يهمك تخلص الكورونا رمضان يعني الواحد تخلص رمضان وأنا محمد تيجي نوف الكنافة عندك. خسرك. انا ما عملت صينيه كنافه بتشهي يعني كنافتكم علي انا. تسلمي 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 يا رب تسلمي. في ناس بقول اعطوها سؤال ثاني ما مش ظابطه طالبين سؤال ثاني. يا لطيف مين هذول اللي اما بتقول لك اعطوها سؤال ثاني. لك شعبيه كبيره يا صبرينا. والله هاي بتقول اعطوها سؤال ثاني. يلا اعطيها سؤال ثاني يا استاذ محمد. طب انت هاتي ايش بدك كمان سؤال اعطينا رقم.
12 حكيتها 12 10 راح 10 راح في رقم مش رايح انت 2 2 ماشي الحال لا كنت حاب يكون في شو اسمه في الإذاعة والمحطات وكذا بس طلع عن الإذاعة احكي لك احكي لك احكي لك من هو الذي يلقب ابو الكمبيوتر ابو الكمبيوتر مين ابو الكمبيوتر هذا بيطلع يا لطيف هذا اللي توفى من كم من فتره يعني ما صلوش زمان صح ابو الانترنت هذا اللي توفى اللي حكوا عنه هذا كتب على الانترنت يا ابو الكمبيوتر بحكي لك وضع افكار واسس اوليه للكمبيوتر واخترع بعض الاجهزه لكنه كان وضعه المادي محدود فقير فما استطاع انه يكمل ويواصل ابحاثه اسمه كرباتي كرباتو يعني شوي اسمه تشارلز بابات فرناندو لا. لا لا اسمه تشارلز باباج اوكي تشارلز مظبوط تشارلز يمكن من شهر في واحد مات من لا اللي الوقت. بتحكي عنه فينت سيرف اي ثينك هذا ابو اللي اخترع الانترنت فينت سيرف فعلا مات قبل الكورونا يعني مش مش كثير طبعا للمعلومه الانترنت كان موجود من قبل ما يعلن عنه وينتشر بشكل جماهيري كان لانه في اختراعات بيصادر او بيسيطر عليها وبيمنع نشرها الـ مراكز المخابرات الامريكيه وبتكون حكر على استخدام الامريكي وبعد فتره بيصير افراج عنها بعد طبعا هذا اللي بحكي عنه انا هو ساعد في اختراع الكمبيوتر اللي هو اللي عمل المشاركة الزمنية هو توفى كان عمره 93 سنة ما صار له زمان يعني. والله أنا أتفق مع رنا أنه الخوارزمي لأنه لولا الخوارزمي كان ما اخترعت الخوارزميات وكان ما صار أصلاً علم الكمبيوتر كامل يعني الدوس كله أنا متفق أنه الخوارزمي أول واحد حط الخوارزميات في العالم لكن هي للأسف الاسم اسم أبو الكمبيوتر لم يطلق على الخوارزمي عالميا للأسف نعم صبرينا مخلص في الموضوع ودخلنا في موضوع المؤامرة الآن حكم العالم للأسف بس ما حدش كمل بقول لك موضوع مؤامرة هذا مخلص حيتمر مؤامرة الآن مؤامرة عن جد مؤامرة طب مشكورة كتير يا صبرينا يعطيك ألف عافية الله يخليكم يا رب شكرا لكم ومعلش يعني اعذروني اليوم تصبح على خير إن شاء الله شكرا صبرينا جهودك رائع ألو ألو خوارزمي جد الكمبيوتر مش أبوه جد ألو ألو بأيدك يا مخلص هلا عليكم السلام يس الو تفضل سامعينك الو مرحبا هلا مرحبتين انت معنا لايف تفضل مرحبا يا مرحبتين الو ايوه سامعينك خليني ارجع احكي انا معك الو احنا سامعينك فيري جود سامعنا انت غريبه الو مرحبا احنا طبعا يا جماعه اهلا وسهلا شو اخبارك يا دكتور حياك الله يا عمار انت معنا لايف اكيد اهلا وسهلا اهلا فيك. عمار اهلا فيك الله يسعدك ترى دكتور تفضل يا عمار يسعدكم اخوكم عمار اصلا
فلسطيني من الأردن يا شباب. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. شرفتنا يا عمار. وين ساكن؟ في مسساساقا؟ لا والله بسكاربرو. أهلا وسهلا فيك أهل سكاربرو. بتتابع القناة؟ بتابعك والله. شو في عندك تعليقات انتقادات؟ والله العظيم أنا أسمع أو أقول لك شغلة، أنا بحضر لايفات عن جد، كثير أشوف يعني كثير أخوان السوريين بيعملوا لايفات زي هيك، فالحكي تاعكم شد القلب يعني، ووجوهك بشوشة، ورمضان كريم علينا وعلى جميع أمة محمد يا رب. الله يخليك علينا وعليك علينا وعليك. حبيبي يعني انا حبيت اني اشارككم واسمع صوتكم الحلو، بس حبيبنا عمار لازم نعطيك كم سؤال، طبعا لازم نحليك ما دام دخلت البيت لازم تتحلى. شاطر كثير يعني. هي دخلت انا. يلا اعطينا ايش ايش الـ ايش الـ اختار رقم. معلش دقيقه بس. زاهي اهلا وسهلا فيك حبيبي. حبيبي حبيبي زاهي. بس خلينا نسأل أستاذ عمار كم سؤال وبنرجع إن شاء الله. خليك معنا زاي، خليك معنا عشان غايب مشوار ورجعت لكم. يا أهلا وسهلا حبيبي، وخليك معنا عشان تساعد مساعدة صديق عمار. اطلب رقم. يلا معك. اطلب رقم. يلا اطلب. 11 راح. مني. 11 قال لك مين كان شو اسمه محمد صلاح. محمد بسيوني. رقم تليفون رقم محمد صلاح. طيب عندك 8 ما راح. شوف اطلع اذا بتحب اطلع من فوق اطلع عشرينات لفوق فوق العشرينات العشرينات ثلاثينات اربعينات 19. خذ يا سيدي صراحة هذا الـ هذا الـ هذا الـ السؤال سؤال أنا حبيته ماشي كويس إني أسألك إياه وكويس إنك اخترته. هذا السؤال صراحة يا جماعة يعني بيخلينا نعرف كيف النظرة تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم شاف امرأة اسمها عاصية. يقول لك الرسول شاف امرأة اسمها عاصية فغير اسمها من عاصية من عاصية توقعوا لإيش؟ مش مثلا أي مخلصة من عاصية إلى أي اسم؟ مش لمخلصة مش لمؤمنة مش لعائشة. سماها جميلة. سماها جميلة. نعم. الجميلة العاصية. طب إيش اسمها هذه؟ من هي هذه الامرأة؟ تعرف من هي هذه الامرأة؟ جميلة العاصي. الله مصلح. لا جميلة العاصي. هذا اسم زاهي. هذا ليس اسم زاهي بالشمال. ورطة. ولا. ولا انت زي امرأة كان اسمها عاصية سماها الرسول جميلة. كان اسمها عاصية في الجاهلية بعدين سماها جميلة. من هي؟ اسمها كامل. اسمها ايش؟ جميلة بنت. انت تقول كان اسمها عاصية. لا صار اسمها جميلة بنت. جميلة بنت يعني من هي؟ جميلة بنت. يلا جرب يا عامر. اعطيش خيارات. لا في خيارات بس هي زوجة عمر. زوجة ايه؟ عمر. زوجة عمر بن الخطاب. زوجة عمر بن الخطاب. ما ابنك شو اسمه زوجة عمر بن الخطاب؟ ما هي نصيب العامي. طيب طيب جميلة الأوسي. صحيح صابرين. صحيح جميلة بنت جميلة الأوسي. جميلة بنت ثابت الأوسي. صحيح نعم.
انا المره اللي عنده في السياره بقول لك هو يا دوب عارف اسم المره اللي عنده. الله يخليكم بعض، الله يخليكم لبعض. لبعض. ما هو اذا شوف اذا اعلن، اذا اعلن انه بيعرف مره ثانيه مشكله. صحابيه مش مشكله. هذا اعلان صريح انه هو ما يعرف واحدة ثانيه. ايوه براءه انت يا عامر السيف سايد. واحنا اكثر شكرا لك. شكرا. يلا خليك. هلا فيك زاهي. هلا حبيبي كيفك؟ هلا حياك الله. شو اخباركم؟ شرفتنا شرفتنا. الله يبارك فيك. زاهي من الناس النشيطين جدا يعني في الـ في الـ في الجاليه وعلى الفيسبوك وحزبيا وسياسيا ويعني خليني احكي شغله بجوز زمان ما حكيت مع زاهي وجزء أول مرة بنطلع وجها لوجه هيك والكورونا ساعدتنا إن نستخدم الميديا والتكنولوجيا عشان نشوف بعض. أكيد. زاهي من الناس القلائل اللي كان يتصدى لما يصير في نقاش يتصدى للنقاش، من الناس السياسيين واللي يتعمد إنه يتصدى للنقاش ويناقش ويحاور، لأنه قليل من النوعيات هذه أنا شفتها في كثير من إخواننا وحبايبنا السياسيين في المجتمع العربي لما يبدأ النقاش بيهرب. بعرفش طبعا لانه الكلمه بجوز بتكون محسوبه عليه او بجوز بشوف النقاش هو مش مرتاح له، لكن زاهي كان يدخل ويناقش ويحاول يمشين على مثل ثلثين المراجل الهريبه. مش كل الناس، مش كل الناس المتنبي يا زاهي. زاهي وين ساكن؟ والله انا مسيساغا جنب سكوير وان. حياك الله حياك الله. أهلا وسهلا. سكنت فترة هناك يعني تقريبا شهرين تقدر تعتبرهم. يلي من 2006 موجود. ما شاء الله ما شاء الله حياك الله. والأصل وين؟ إيه مولود في الأردن وأصول فلسطينية. والنعم فيك حياك الله. خبرية. يا حياك الله حياك الله. طيب انت من متابعينا؟ والله تابعت لكم كذا حلقه يعني حلقات بصراحه يعني بتوضع الاصبع على الالم، عندنا الم كثير وبحاجه لهذا البرنامج، وانا يعني متفائل انه راح يكون مستقبل كبير لهالبرنامج، لانه عباره راح يكون يجمع كل الاسره العربية بمختلف أطيافها وألوانها في على الساحة الكندية، ممكن يتعداها للساحة الثانية، بس كندا بحاجة لهيك برنامج يشعر الشخص بأنه في جهة ما ممكن يقدر يشكلها همها، وإحنا فعلا بحاجة لهالبرنامج. بشكرك زاهي يعني، ورأيك هذا مقدر جدا، والحقيقة خاصة أنه طالع من إنسان واعي ومطلع، مش إنسان، وحقيقة أنا بفتخر بجمهورنا وبفتخر في الجروب تبعنا وبفتخر في الناس المتابعين، وحقيقة على قدر معين وعالي من الثقافة والانتباه، في ناس ترى مثقفين بس ما عندهم انتباه، صحيح. بس يتميز الجمهور اللي عندنا بأنه واعي ومنتبه يعني، وبيستطيع أنه يصف الأمور. شوف رب العالمين لما علم آدم الأسماء هذه فيها معجزة وحكمة كبيرة جدا، يعني علموا الأسماء حتى يستطيع أن يعبر عن ما يراه، هذه صحيح. هي المعجزة والحقيقة والحكمة. فلما يكون الإنسان عنده قدرة عن التعبير بدقة عما هو موجود، فهذا امتلك هذه المعجزة. والحمد لله كثير من الناس اللي طلعوا وعلقوا، من أمل اعتدال لصبرينا لعمار لأبو سنينة لخولة، بديش أنسى أحد، لكل الناس اللي علقوا مخلص في التعليقات اللي موجودة، لأخونا زاهي الآن حقيقة تعليقاتهم في محلها، وتعليقاتهم يعني بتخلينا نبصر ونشوف يعني أكثر مما اللي إحنا شايفينه، وأشكركم جميعاً والله. يسلم حبيبي.
يعني هذا هو اللي هو الكواليتي، الكواليتي هذه اللي نفتخر فيها. يعني أنا يعني صراحة لما أما كتبت نحن في القناة، نحن في القناة، يعني شعرت إنه فعلا إحنا وصلنا لجمهورنا، وفعلا هذه قناة الجميع مش قناتنا. يعني أي واحد نحكي إحنا عنده قدرة إنه يطلع يحكي في موضوع، عنده علم في موضوع، أهلا وسهلا فيك. كأن طلع عنا أكثر من شخص وهم تبرعوا وطلعوا وأبدعوا، أبدعوا يعني. والله صحيح. في مواضيع كثيرة ممكن تنطرح، وموضوع مهم جدا. يعني أنا يعني بكل لقاءاتي كنت أحاول يعني أركز عليها. الندوات اللي عمالة بتتم هون بكندا، الندوات غير موجهة نهائيا للجيل الجديد. يعني جيل خلينا نحكي من 18 لغاية يعني 30، بتروح على الندوة بتلاقي الأعمار كلياتها، يعني الأصغر شخص فيهم يمكن 50 سنة، وأكبرهم إن شاء الله العمر كله 90 سنة. والندوة موجهة كعنوان للجيل، لأنه أنا بدي أخاطب الجيل، أنا بدي أخلي هذا الجيل ينتمي إلى جذوره، بخلي هذا الجيل يبني حضارة في كندا، بتفاعل مع المجتمع الكندي، يدخل في مؤسسات الدولة الكندية. بتلاحظ أنت يعني قطاع الشرطة غير العرب، مؤسسات الدولة 100% غير عرب. العرب بيخافوا يقتحموا هاي المجالات. ليش؟ لأنه أصحاب الخبرة اللي إحنا يعني بندعي إنه إحنا أصحاب خبرة، ما مندفع الجيل الجديد إنه خوض هاي 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 ويدخل هيك مجالات. يعني أتمنى أن يكون هناك قاضي عربي، أتمنى يكون هناك في مؤسسات الدولة اللي بتقدم سيرفيس خدمات مسؤول كبير عربي. إحنا ما بدنا نرجع لقصص الواسطة، بدنا ندعو على الواسطة، لكن ندفع الجيل الجديد إنه يخرج من عنق الزجاج اللي إحنا وضعين حالنا فيها، ويخرج ينتمي لهذا المجتمع اللي عايش فيه، اللي انولد فيه. مدام أنت انولدت في كندا ممكن تتنافس على رئاسة الوزراء الكندية، إيش مانع؟ ممكن تكون أنت عضو فعال في الجيش الكندي، إيش مانع؟ أنت مولود في كندا، أنت شارب من مياه كندا، أنت استنشق من هواء كندا، تفهم القانون الكندي، ملتزم في القانون الكندي، بتدفع التاكس الموجود عليك، وبالتالي لا يميزك عن غيرك إلا أن يكون في ظهير لك يدعمك بهذا الاتجاه. وإحنا لازم نكون الناس اللي يعني أقولها بصراحة، لأني أنا كثير حضرت اجتماعات ولقاءات ندعي بأنه إحنا نحمي هذا الجيل. إحنا لا نحمي هذا الجيل، إحنا نكتم على أنفاس هذا الجيل ونمنعه من تحقيق أهدافه، ونمنعه بصراحة من الانخراط في المجتمع الكندي. يعني هو امبارح كان في نقاش عن الهموم، هموم الجالية الكندية، الجالية العربية في كندا، وتطرقنا لموضوع إحنا كيف ننشئ أبنائنا. كان في قبلها زاهي لقاء عن الأهل والأبناء، وتكلمنا عن التجاذبات في الهوية ما بين الجيل الماضي والجيل القادم، تجاذبات الهوية ومصراعات الهوية والبقاء بهوية الماضي والهوية الحاضر والمستقبل وكيف التوازن بينهم. التقينا مع أبنائنا في الهاي سكول الثانوي وتحاورنا معهم عن همومهم مشاكلهم. بكرة إن شاء الله في عنا لقاء عن مشاكل الأبناء، وقريبا حيكون في عنا حوار مع، طبعا نحكي عن مشاكل الأبناء المراهقين، قريبا حيكون في عنا حوار إن شاء الله مباشر مع مجموعة من أبنائنا من شبابنا، ونشوف طموحاتهم، ونشوف هو بشو مهتم، وهو شو شايف حاله، وين شايف نفسه. إن شاء الله هذه الأمور زي ما أنت تفضلت وحكيت، يعني هم هذول اللي حيكملوا المسيرة.
أنا اليوم كنت أتكلم عن موضوع عن تكملة يعني لموضوع اللي طرحناه امبارح في هموم الجالية العربية. والحقيقة إنه في يعني وجدنا بعض الجاليات استمرت لأنه كان في عندها شيء شبه مؤسسي بيجمع الأجيال وبيخليهم يكملوا هالرسالة هاي من بعدها. يعني تكملة الرسالة هذا أمر في له طريقة، في له أسلوب عمل، في له منهج عمل ممكن الناس تستفيد من الآخرين ونعمله ونثق إنه متواصل، نثق إنه متواصل. يعني أنا عندي اقتراح على إن شاء الله البرنامج الواعد، إنه ليس فقط نستضيف عرب، بل نستضيف يعني مسؤولين في جاليات أخرى نجحوا بدفع الجيل الجديد بالانخراط في المجتمع الكندي، نستفيد من خبرات الجاليات الأخرى، نشوف يعني وين المشكلة عندنا إحنا، يعني ليش إحنا مش قادرين ندخل بهذا المجتمع، ننخرط بهذا المجتمع، وغيرنا دخل وتسلق ووصل إلى مراتب عليا، وممكن يكون إحنا يعني عندنا ثقافة أعلى وعندنا قدرة أعلى وعندنا خبرة أعلى، بس شو الساتر الفولاذي الموجود اللي مانعنا أنه ندخل ونخترق مؤسسات الدولة الكندية. فكرة جميلة، فكرة رائعة. طيب احنا بدناش نغير البرنامج زاهي، نعطيك راحة اليوم الليلة. نعم. تأخذ استرخاء هيك. نعم. يلا ادخل على أسئلة. شو الأرقام عندكم؟ بدك تختار رقم 22 فما فوق. ابدأ من فوق ال 23 ال 22. طيب. 23. خليني اختار خاتمة الأرقام عندكم، يمكن عندكم الخاتمة 50. نعم. طيب نعطيك 50 يا سيدي، سهل عليك. يعني أنا زعلان متضايق علشان بدي أعطيك سؤال سهل كواحد سياسي. وهذا ما هي الدول الإسكندنافية؟ الدول الإسكندنافية كل الدول؟ لا عد اللي منهم، هم خمسة، عد منهم ثلاث. استراليا اسكندنافية. استراليا مش منهم. كندا. انت يمكن مخربط مع الكومنولث. هذيك الكومنولث الاسكندنافية. الاسكندنافية. اوكي. الدنمارك. صحيح. دنمارك صحيح. النرويج صحيح. السويد صحيح. أيسلندا صحيح. ما شاء الله ضايل واحدة. فنلندا صحيح 100%. ولك عندنا جائزة، سؤال آخر. حلوة. هات أي رقم. أعطيني 27. 27. مهم. طيب تقول لك صبينا كان سألتني سؤال هيك كله إذاعات. سؤال 27 يا سيدي بقول لك، من الصحابي الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد حتى شلت يمينه؟ من الصحابي الذي دافع عن الرسول في معركة أحد حتى شلت يمينه؟ لأنه كان في هجوم على الرسول في أحد، فهو دافع عنه وبقي يصد عنه كل السهام حتى شلت يمينه. من هو الصحابي؟ يعني الصحابي صار خليفة ولا ما صارش خليفة؟ لا ما صار خليفة. هذا الصحابي له قصة، أظن هو اللي في وقت الفتنة ما بين معاوية وعلي، خرج علي ونادى عليه يا فلان، فخرج فقال له ألا تذكر تلك الحادثة مع رسول الله لما دخلت عليك أنت
أنت ورسول الله وابتسمت، فقال لك أتحب عليا؟ فقلت نعم يا رسول الله، فقال لتقاتلنه وأنت له ظالم. فترك السلاح، وقتها تذكر ترك السيف وخرج من المعركة، استمع عليه مجموعة من المنافقين وقتلوه. أعتقد طلحة، طلحة بن عبيد الله. صحيح بن عبيد الله. صحيح. صح. صحيح طلحة بن عبيد الله. أحسنت يا زين. نشكرك. تسلم. طبعا يعني شرف لنا أن يكون معنا أخ زاهي في نهاية الحلقة، نشكره شخصيا ونشكر جميع من شاركنا في هذه الحلقة. حلقة كانت غريبة جديدة، حبينا نجربها والحمد لله أعتقد أنه كانت جيدة، لأنه دائما بقولوا لنا المقهى أنتوا بتدعوا ناس عشان يحكوا بس بالدعوة، لا إحنا اليوم فتحنا الدعوة للجميع، فكان المقهى للجميع وكل واحد شرب قهوة وأكل كنافة على حسابه الخاص. كنديان ويا جمال. أيوة حبيبي، كل واحد شرب قهوة اللي بيحبها. أيوة كنديان ويا شرب بيحبها. إحنا يمكن اليوم هذا أطول لايف، لكن لأنه استضفنا عدد جميل من الأشخاص وما استطعنا أن نقول لهم لا، لأنهم كلهم أعزاء على قلوبنا، فنشكرهم من القلب ونشكر المتابعين اللي موجودين لحد هلا. يعني هذا ما يثبت انه الحمد لله كانت حلقه جيده. بنذكركم بحلقات غدا الساعه 6 راح نكون مع الاسلاميك ريليف كندا، نحكي لكم عن كيف ممكن تتبرعوا بصدقاتكم وصلاه وزكاه الفطر وزكاه المال اذا حابين في الحال او المرحله الحاليه، بحيث ما تضيعوا هذه الخير. الساعة 7:30 راح يكون معنا أذان الإفطار، والساعة 10 راح نتكلم عن مشاكل المراهقين مع مختصين إن شاء الله راح يتكلموا بهذا الموضوع وأشياء مهمة جدا، فتابعونا غدا إن شاء الله بنكون معكم. غدا على 6 وعلى 10 يعني نفس المواضيع ولا مواضيع مختلفة؟ على 6 راح يكون معنا الإسلاميك ريليف عن موضوع الزكاة والأمور هاي، وعلى 10 راح يكون عنا الأطفال عن المراهقين. مراهقين على بركة الله إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. تصبحوا على ألف خير.